مساء الخير على حضراتكم. حلقة جديدة من كلام في الميديا. حلقة النهاردة بإذن الله هتكون حلقة مهمة جدا. عندنا كلام كتير زي ما احنا متعودين دايما، سواء فيما يتعلق بالنادي الأهلي، وكلام كتير جدا كمان على بطولة الأمم الأفريقية المقامة حاليا في مصر، وخلاص قربت تخلص بإذن الله يوم الجمعة القادم. وأكيد حنبارك للمنتخب الجزائري ونقول هارد لك للمنتخب التونسي. خلينا أقول لحضراتكم كمان الجزء الثاني من حلقة النهاردة هينورنا وشرفنا أستاذ محسن لملوم، مدير تحرير الأهرام الرياضي، وهنتكلم بالتحديد على كل الأمور على الساحة الرياضية المصرية، وده مهم قوي، وكمان فيما يتعلق بالنادي الأهلي، وكمان فيما يتعلق ببطولة الأمم الأفريقية. كلام كتير جدا عندنا، بس خلينا نروح نشوف أهم وأبرز العناوين. يلا بينا. وزير الرياضة يصدر قرارا خلال ساعات لحسم موقف الجبلية. قبل نهائي الكان، التاريخ ينصف محاربي الصحراء على أسود الترانجا. أحمد فتحي، توقعت تأهل الجزائر للنهائي. رئيس الجزائر للاعبين، كنتم محاربين وأشكركم على الإنجاز الرائع. السنغال تفتقد لجهود كلوبالي في نهائي الكان. الأهلي يواجه أوكام الإسباني في الودية الأخيرة بمعسكر الإعداد. لاسارتي، لدينا هدف واحد هو الفوز بلقب الدوري. طيب، كلام كتير جدا مهم، لكن لازم نبتدي بصراحة بمباراة الجزائر بالأمس، وفازوا على نيجيريا بنتيجة 2-1 بهدف قاتل لرياض محرز نجم المنتخب الجزائري ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي. وفي الحقيقة أكيد كلنا مبسوطين بتأهل المنتخب الجزائري المنتخب العربي الشقيق للمباراة النهائية عشان يلاقي مين؟ هيلاقي الجزائر، اللي في المقابل للأسف الشديد تغلبت على المنتخب التونسي الشقيق، واللي كان ممكن يكون قريب للتأهل بالتحديد في الشوط الثاني، لكن للأسف ما كانش بيحالفه التوفيق في هذه المباراة. بالتالي النهائي خلاص هيكون ما بين السنغال والجزائر، ونتمنى اللقب يكون عربي بكل تأكيد للمنتخب الجزائري. لكن إيه الروح الجميلة دي؟ إيه الأداء الأكثر من رائع للمنتخب الجزائري؟ منتخب متكامل بدكة قوية جدا، ناس واضح هدفهم إيه، مركزين من أول البطولة، عالجوا كل الأمور اللي كانت واجهتهم في البطولة اللي فاتت. لو تفتكروا حضراتكم في 2017 خرجوا من الدور الأول في الجابون، لكن هم جايين البطولة السنة دي مركزين إن هم عايزين أولا يعملوا أداء كويس يشرفوا الكرة الجزائرية، وكمان يحققوا اللقب، وهم إن شاء الله قربوا يحققوا هذا اللقب، ونتمنى لهم كل التوفيق. بالتالي خلينا نروح لمداخلة مهمة جدا 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 مع المعلق الجزائري الشهير كابتن حفيظ دراجي، واللي امبارح قال إيه؟ حط الكرة يا رياض في الجول، حط الكرة يا رياض أكتر من مرة، وفعلا حطها رياض. يا كابتن حفيظ دراجي، ألف ألف مليون مبروك، وبرحب بيك طبعا في البداية على شاشة قناة الأهلي. كابتن أمير، شكرا جزيلا على الاستضافة، أنا أرحب بك كذلك وأرحب بكل المشاهدين الكرام، وشكرا على الكلمات الطيبة. أنا سعيد. منورنا اكيد على قناه الاهلي ومنور مصر طبعا. وكمان عايز اسالك بالتحديد، هل كنت حاسس فعلا ان رياض محرز كان هيحط الفاول ده في اخر الثواني في المباراه؟ واضح من تعليقك ان كنت عندك الاحساس الكبير في تحقيق الهدف والفوز بالنسبه للمنتخب الجزائري. صدقني بانني شفت الجول قبل ما يتنفذ، لذلك قلت احطها في الجول اولا، لانه كنا سنتعب لو رحنا للوقت الاضافي، هذه واحده. ثانيا، منذ صفر الحكم ذلك الخطا كنت اتوقع بانه سياتي الهدف، ولما قرر رياض هو اللي سدد كنت اتخيل في ان الكره ستدخل في نفس الزاويه التي دخلت فعلا. طبعا هو احساس معلق واحساس مواطن واحساس لاعب سابق واحساس برياض محرز على كل العبء الذي تحمله على مدى سنوات، طبعا من بعض الانتقادات من المحللين في الجزائر، وبعدين منتخب بلادي، وكنت حاب انه يسجل هدف، فتقريبا سجلناه سويا، التسديده كانت من رياض والتسجيل كان من طرفي يعني. طيب، هل كان بالنسبه للشارع الجزائري والمحللين الجزائريين وبالنسبه لحضرتك كمان، كنت متوقع الاداء المبهر للمنتخب الجزائري على مدار البطوله، خصوصا ان قبل البطوله الترشيحات ما كانتش قويه قوي بالنسبه للمنتخب الجزائري، بس فور انطلاق البطوله واول مباراه للمنتخب الجزائري الترشيحات والناس كلها ابتدت تتوقع ان فعلا المنتخب الجزائري ممكن يوصل لابعد مدى، الشارع الجزائري والمحللين كله كان متوقع هذا الاداء والنتائج دي؟
لا يكذب عليك من يقول لك بأنه كان يتوقع هذا الأمر قبل بداية البطولة، حتى أنه جمال منذ 3 أشهر قال سأتنقل إلى القاهرة من أجل المنافسة على اللقب، هو لم يقل التتويج، قال لكي أنافس. لما سئل قال لهم إذا نروح وما ننافس على اللقب ليش نروح، نفضل نبقى في الجزائر وما نروحش عشان نعمل نلعب مباريات فقط. فإلا جمال بالماضي ربما كان في قرار نفسه يعتقد ويتوقع بأنه يصل إلى هكذا دور ويلعب بهكذا الشكل، حتى من حيث اللعب ولا واحد كان يتوقع هكذا سيناريو، سواء من الناحية الفردية أو الجماعية التكتيكية والبدنية والنفسية والذهنية، لأنها كلها عوامل تجتمع في فريق أولا وفي منتخب لكي يتألق في دورة. أعتقد بأنه سمعنا الفارق من هذا الجانب، جانب الانضباط التكتيكي والانضباط الفردي والجماعي. تتصور بأنه ياسين إبراهيمي عنده 8 سنوات هو لاعب أساسي أو أكثر، يلعب 15 دقيقة في 6 مباريات ويكون هو أول فرحان بأهداف الكاب وبانتصارات المنتخب في كل مباراة. فالروح اللي أعطاها جمال اللاعبين صنعت الفارق. لذلك مثل ما أنتم تقولوا المصريين بأنه منتخب جميل، فهو فعلا جميل من كل الجوانب، وأعتقد بأنه من دون مبالغة هو أكثر منتخب يستحق الفوز في لقب البطولة هذا العام. أبرز العناصر من وجهة نظرك في صفوف المنتخب الجزائري اللي رجحت الكفة، بخلاف طبعا الروح والإصرار الكبير اللي واضح على كل اللاعبين، لكن العناصر الأسماء من وجهة نظرك اللي رجحت كفة الجزائر في البطولة هذا العام؟ أنا نرشح الروح الجماعية هي اللي صنعت الفارق، لأنه لو تحكمهم تمسكهم فرادة كل واحد قام بدوره، مبولحي قام بدوره، عطال صنع الفارق، السبعيني كان في المستوى، جمال بالعمري أفضل مدافع في الدوري السعودي كان في المستوى، عيسى مندي لم يرتكب تقريبا ولا خطأ، شوف وسط الميدان قديورة 35 سنة لعب بذلك الشكل شكل فظيع، معين بن ناصر 22 سنة يلعب في الدوري الإيطالي كان مفاجأة المنتخب، قديور فيغولي لم يكن يلعب بهذا الشكل، رياض لم يكن يدافع بهذا الشكل، يوسف بليلي لم يكن يدافع بهذا الشكل، بغداد كان تقريبا غول. فصعب جدا أنك تختار أي واحد فيهم، ولكن هذه الروح الجماعية والأداء الجماعي أعتقد هو اللي يصنع الفارق. إذا فيه لاعب من المنتخب يحتاج لقب أفضل لاعب فهو المنتخب كله. فعلا. طيب بالتالي مباراة السنغال هي تاني مباراة في نفس البطولة بعد مباراة الدور الأول، والمنتخب الجزائري فاز بنتيجة 1-0 بهدف يوسف البلايلي والأحد نجوم منتخب الجزائري بالتحديد في هذه البطولة يوسف. في الحقيقة شايف مدى صعوبة المباراة النهائية والمطلوب إيه من الجهاز الفني واللاعبين للمنتخب الجزائري من وجهة نظرك؟ صعبة جدا هذه المرة، المباراة ستختلف عن مباراة الدور الأول، لأنها مباراة الدور الأول لم تكن فاصلة بين المنتخبين، نعم كانت هي الثانية وفزنا عليهم، فكل واحد كان عارف بأنه سيتأهل للدورة الثانية، فالمباراة لم تكن فاصلة، عارف بأنه المباراة النهائية تلعبها لكي تفوز بها ولا تلعبها من أجل أن تمتع أو تستمتع، فهذا هو الفرق. أعتقد بأنه الفارق سيصنع من الجانب البدني بالدرجة الأولى، لأنه اللاعبين تعبوا كثير في المباريات اللي لعبوها، السنغال لعبت وقت إضافي، إحنا لعبنا وقت إضافي أمام كوت ديفوار أرهقنا كثيراً. فالجانب البدني يصنع الفارق، والصراعات الثنائية تصنع الفارق، والتركيز الكبير يصنع الفارق. وأعتقد بأن المنتخبان سيحترمان بعضهما البعض أكثر من اللازم، فرح تكون مباراة صعبة على المنتخبين. خلينا نقول لك بأنه اللي يفوز بهذه المباراة فعلا سيستحق التتويج باللقب. إن شاء الله إن شاء الله اللي يستحق التتويج في الحقيقة طبعا المنتخب الجزائري، وكمان إن شاء الله نتمنى له كل توفيق في المباراة النهائية. لكن خليني برضو استغل الفرصة أن حضرتك معايا ونتكلم عن المنتخب المصري، وهل تفاجأت بخروج المنتخب المصري مبكرا من بطولة الأمم الأفريقية، خصوصا البطولة على أرضنا وسط جمهورنا؟ هل تفاجأت وخصوصا بعد الأداء السيء في أول 3 مباريات بالنسبة لمنتخب مصر؟ لو سألتني قبل البطولة تقول لي هل تتوقع خروج مصر في دور 16 نقول لك مستحيل، ولكن مع مباريات الدور الأول كنت تقريبا أتوقع بأن منتخب مصر لن يذهب بعيد، لا أقول لن يتأهل في دور 16، ولكن كنت أتوقع بأنه لن يذهب بعيدا، خاصة وأنه لعب 3 مباريات ولم يقدر على رفع رتمه ولم يقدر أن يتميز من مباراة إلى 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 أخرى. فكنت حاسس بأنه منتخب مصر ما راح يكون في مستوى آمال وتطلعات الجماهير المصرية. أي نعم كانت عنده ضغوطات جماهيرية وإعلامية، ولكن اللاعبين متعودين على الضغوطات، وبالتالي كان سيء كما قلت، أو خليني نقول لم يكن في مستوى التطلعات ولم يكن حتى في مستوى قدراته سواء الفردية أو الجماعية، كان أمر مخيب جدا بالنسبة للمصريين ولنا كذلك، لأنه أفقد البطولة نكهتها وأفقدها جماهيريتها، لأنه لو كان حاضر المنتخب المصري كانت تكون البطولة
أكبر وأكثر جماهيرية واهتمام، ولو أن المصريين لم يقل اهتمامهم بالبطولة بشكل كبير منذ خروج المنتخب. أكيد، وفي مساندة قوية كانت سواء للمنتخب التونسي أو للمنتخب الجزائري. لكن هل من وجهة نظرك شايف سبب معين اللي خلى المنتخب المصري يخرج مبكرا كده؟ مسؤولية جماعية، اللاعبين عندهم جزء من المسؤولية، ولكن المسؤولية الكبرى يتحملها المدرب ويتحملها ربما من اختار المدرب. لأن أنا دائما أقول لهم بأن مصر عندها خصوصياتها، سواء مصر البلد أو مصر الشعب أو مصر الكرة أو مصر المنتخب، عندها خصوصياتها لا يقدر على تدريب منتخبها والوصول إلى نتائج أفضل إلا من يقدر على التجاوب والتناغم ومعرفة خصوصيات كل هذه العوامل التي ذكرتها. وأعتقد بأن عقيري لحد الآن بعد سنة لم يفهم شيئا من عن الواقع المصري وواقع الكرة المصرية وواقع الإعلام والجماهير المصرية واللاعب المصري. طيب، بخلاف بطولة الأمم الأفريقية، النهاردة حضرتك كنت متواجد في مقر النادي الأهلي بالجزيرة، أول مرة تزور النادي الأهلي، ولو أول مرة انطباعك إيه عن النادي لما دخلت النهاردة المقر؟ أول مرة ولن تكون آخر مرة. أكيد، يعني دخلت بيتي، صدقني وكأنني دخلت بيتي. الحفاوة التي وجدتها سواء من رئيس النادي المحترم أو من أعضاء الإدارة كانت قمة في الأخلاق وفي التربية وفي المودة وفي الاحترام. أنا وقفت أمام كيان فعلا كنت أقرأ عنه وأسمع عنه، ولكن لما قدمت لي الشروحات وسمعت الإخوة والأخوات الموجودين في إدارة النادي عرفت حجم مصر وحجم كذلك النادي الأهلي. قلت لهم هذا تقريبا دولة، يعني مؤسسة. أوكي، أحيانا نقول مؤسسة ونقول عليه نادي، هو ليس مجرد نادي أو مؤسسة، هو أكبر بكثير. سعيد جدا بزيارتي وأخذت صور جميلة وفيديوهات كذلك، وتصورت كذلك مع الكثير من أعضاء النادي ومن المنخرطين كذلك. فأنا كنت سعيد، قضيت حوالي 3 ساعات من أجمل الساعات اللي قضيتها. طبعا تنور دايما النادي الاهلي وتنور دايما مصر، بس عايز اختم معاك برايك في تنظيم مصر لبطوله الامم الافريقيه، وخصوصا ان حضرتك كنت متواجد في العديد من المحافل العالميه وبطولات العالميه، شايف الجانب التنظيمي ازاي؟ انا قلت لهم من حسن حظ الكاف والكاس امم افريقيا ان اول بطوله ب 24 منتخب نظمت في مصر. من حسن حظ الكاف ومن سوء حظ من سياتي بعد مصر، لانه المأمورية ستكون صعبه على اي بلد بامكانه ان ينظم بطوله ب 24 منتخب لأول مرة. عمري يقتضي 6 ملاعب ومدارس وملاعب للتدريب وفنادق كثيرة جدا. الملافات طبعا موجودة في مصر، ومصر عندها ثقافة التنظيم وعندها من خلال تنظيمها لكثير من الأحداث ليس فقط الرياضية بل غيرها. أعتقد أنه من دون خطأ، لأنه لأول مرة ربما لم نسمع عن مشاركين سواء كانوا لاعبين أو حكام أو مناصرين، لم نسمع عن متاعب أو مشاكل. فعلا أنا لست متفاجئ يعني، ولا أطرح مثل هكذا أسئلة. بالنسبة إلي نجاح مصر في تنظيم البطولة وتحسين حظ. يا كابتن حفيظ دراجي، أنا بشكرك شكرا جزيلا وببارك لك مرة تانية على تأهل المنتخب الجزائري، وكل المساندة والدعم من كل الشعب المصري المنتخب الجزائري إن شاء الله في المباراة النهائية أمام السنغال، وبإذن الله تتوجه باللقب والفرحة تكون عارمة بالنسبة لكل العرب وبالتحديد للشعب الجزائري. بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. طبعا كان معنا الجزائري الشهير طبعا حفيظ دراجي، والواحد في الحقيقه بيتمتع جدا بتعليق هذا الشخص على كل المباريات الاوروبيه، على كل الدوريات، على كل المباريات الافريقيه العالميه. يعني بصراحه معلق مميز جدا في الحقيقه. مبروك للمنتخب الجزائري، وان شاء الله يكونوا موفقين في المباراه النهائيه، مباراه صعبه جدا امام المنتخب السنغالي. نروح بقى لاخبار النادي الاهلي، ده شيء بيهمنا جدا خلال الفتره دي، لان خلاص بقى بطوله افريقيا قربت تخلص، بطوله الامم الافريقيه يعني، والاهتمام هيبقى كله على النادي الاهلي. ان شاء الله يكون موفق في موسم يخلصه وفي موسم جديد يبداه وفي كل البطولات اللي ان شاء الله هيشارك فيها. فبالتالي اخبار النادي الاهلي في معسكر اسبانيا، احنا عارفين النهارده النادي الاهلي بعد بالظبط ربع ساعه من دلوقتي هيكون عنده مباراه وديه اخيره في هناك في اسبانيا في مدينه الكانتي، مباراه هتكون مهمه مع احدى الفرق الاسبانيه، وبالتالي المباراه دي بشانها بيستعد من خلالها الجهاز الفني واللاعبين بشكل اكبر، واكيد ممكن تكون مباراه في المستوى اعلى شويه من المباراتين اللي فاتوا. اول مباراه فزت 9-0، فالمستوى كان قليل بالنسبه للفريق اللي لعبك وده كان مطلوب. المباراه الثانيه كانت اقوى شويه، تعادلت 1-1، اكيد المباراه الاخيره دي هتكون مباراه اقوى كمان من اللي قبليهم، ويقدر يستفاد منها النادي الاهلي بشكل كبير جدا سواء على الجانب البدني او الجانب الفني. بالتالي مستر مارتين لاسارتي بيخفف الحمل البدني للاعبي النادي الاهلي، وده شيء مهم جدا، وخصوصا ان في مباراه النهارده، وكان قبل كده المباريات اللي فاتت كان بيبقى في تدريب الصبح والمباراه كانت بتبقى مساء، فبالتالي تقرر ان النهارده ما كانش في مران
للنادي الأهلي صباحا، وده طبقا للبرنامج البدني اللي وضعه أليخاندرو مخطط الأحمال مستر لاسارتي. اكتفى طبعا أو هيكتفي بمباراة أوكام الأسباني، المباراة الودية اللي هتقام في تمام الساعة 6:30 مساء اليوم. وبالمناسبة خليني أقول لحضراتكم المباراة إن شاء الله كالعادة هتتذاع الساعة 1 صباحا عندنا النهاردة. إيه النهاردة؟ خميس، في برنامج ملك وكتابة بعد برنامج ملك وكتابة، عفوا النهاردة الاثنين بعد برنامج ملك وكتابة مباشرة المباراة تبتدي، وتتفرجوا عليها إن شاء الله وتتمتعوا بأداء النادي الأهلي وتشوفوا لعيبة النادي الأهلي. مباراة ودية، أنا عارف كل جمهور النادي الأهلي دايما بيبقى عايز يشوف أي مباراة لأي سواء ودية أو رسمية للنادي دايما، فإن شاء الله تكون مباراة تتمتعوا من خلال مشاهدتها على قناة النادي الأهلي الساعة 1 صباحا. مستر لاسارتي قبل المباراة النهاردة طبيعي إنه بيكون عنده محاضرة مع اللاعبين، بيتكلم على الشكل اللي هيبتدي بيه المباراة، بيتكلم على الأهداف كمان وده مهم من مباراة ودية زي دي. وقبل العودة لمصر بالمناسبة الفريق إن شاء الله هيرجع بكرة بالليل، وإن شاء الله بإذن الله يكون في استعدادات أخرى للنادي الأهلي في استاد مختار التتش حتى موعد مباراة المقاولين العرب، ودي أولى مباراة النادي الأهلي اللي هتكون بعد فترة التوقف. المباراة هتكون يوم 21، وبعد كده مباراة الزمالك إن شاء الله هتكون يوم 28 بإذن الله. من خلال المباراتين دول النادي الأهلي يقدر يحسم بطولة الدوري بشكل رسمي، وده اللي كلنا بإذن الله مستنيين وعندنا ثقة كبيرة جدا سواء في الجهاز الفني أو في اللاعبين إن شاء الله. بالتالي عايز أروح لأحمد علاء أحد لاعبي النادي الأهلي في خط الدفاع بالتحديد، واللي بيتكلم وليه تصريحات بيتكلم على المنافسه في النادي الاهلي في المركز بتاعه، بيقول ان المنافسه صعبه جدا، وقال ان هو بيحلم بالتتويج ببطوله الدوري مع النادي الاهلي. احمد علاء ما شاركش كتير مع النادي الاهلي لكن لعيب مميز بالمناسبه، ممكن صادفه سوء حظ شويه في بعض الدقائق اللي لعبها مع النادي الاهلي، لكن هو خامه كويسه ولعيب جيد، واكيد لو ما كانش لعيب جيد ما كانش تعاقد مع النادي الاهلي، لكن هو دايما بيتمنى ان هو يحقق الألقاب مع النادي زي أي لعيب بيكون متواجد في النادي الأهلي. هدفه الأساسي اللي بيجي النادي الأهلي أولا بيبقى حبا في النادي، ثانيا عشان يعمل لنفسه سي في مليان بالبطولات في النادي الأهلي، ودايما أي حد بيبقى متواجد إن شاء الله بإذن الله يعني بيحقق بطولات كتير مع النادي الأهلي. فبالتالي هو بيقول إن احنا استفدنا جدا بالمعسكر، استفدنا من المباريات الودية، هو بالتحديد لعب أول مباراة أمام فريق سوكر سمارت الأسباني اللي انتهت بفوز النادي الأهلي بنتيجة 9-0، وقال إن هو استفاد بشكل كبير جدا من المعسكر بشكل عام ومن خلال المباريات الودية. قال كمان إن مباراتي المقاولين والزمالك دول مباراتين فيهم أهمية أو ليهم أهمية كبيرة جدا، لأن هم مرتين بطولة تكسب إن شاء الله المقاولين وبعد كده تكسب الزمالك، بغض النظر مش عارفين الزمالك هيعمل إيه في مبارياته يعني، لكن أنت تكسب الماتشين تتوج باللقب، وارد إن أنت تكسب مباراة المقاولين بس تاخد البطولة بإذن الله. فبالتالي هو بيأكد على أهمية المباراتين دول، وقال إن إحنا إن شاء الله هنكون في الموعد وبإذن الله نقدر نسعد جمهور النادي الأهلي من خلال أصعب بطولة دوري طبقا لكل الظروف اللي مر بيها النادي الأهلي على مدار الموسم. ايضا مستر مارتين لاسارتي المدير الفني للنادي الاهلي، وكان ليه حديث مهم جدا مع قناه النادي، وبيتكلم انه هدفه الاساسي حسم بطوله الدوري وبطوله افريقيا ومستقبل النادي الاهلي، وتطرق للعديد من الامور والعديد من الملفات اللي بتخص النادي الاهلي. بالتحديد ابتدى ببطوله الدوري وقال انا عايز اكسب البطوله دي، وده الهدف الاهم دلوقتي بالنسبه لنا، لكن طبعا احنا عندنا اهداف كتير جدا بخلاف بطوله الدوري، عندنا بطوله دوري ابطال افريقيا، عندنا كاس مصر، اي بطوله دايما النادي الاهلي بيدخلها بيبقى الهدف الاساسي كالمعتاد ان شاء الله الفريق يفوز بيها. ومستر مارتين لاسارتي اكيد مدرك هذه الجزئيه بشكل كبير. كمان تطرق للاعبين الدوليين وقال ان الدوليين انضموا لمعسكر النادي الاهلي، وده كان شيء مهم قوي ان هم يكونوا متواجدين، وانا عارف شخصيتهم كويس ان هم هيقدروا يميزوا ما بين الفتره الصعبه اللي مروا بيها مع منتخب مصر ما بين الفتره الحاليه والقادمه مع النادي الاهلي والاهداف المحدده بالنسبه للنادي، وهم عندهم شخصيه جيده جدا وبيقدروا ان هم يحددوا اهدافهم بشكل كويس، فقال تواجدهم كان شيء مميز واكيد هيكونوا اضافه لينا سواء هم جم ايام قليله، هم انضموا بالتحديد يوم الاربعاء اللي فات او يوم السبت بالتحديد، يوم الاربعاء ده كان جيرالدو، يوم السبت انضم لاعبي المنتخب الدوليين بالنسبه للنادي الاهلي، انضم يوم السبت، عندهم كان عندهم تدريبات الحد والنهارده ممكن يشارك بعضهم في المباراه الوديه الاخيره، فبالتالي ده هيكون شيء مهم عشان يكون في تجانس وانسجام اكبر ما بين اللاعبين قبل الفتره الحاسمه المقبله، فبالتالي قال ده شيء مهم ومميز جدا. قال ان هو عنده اهداف كتير جدا بالتحديد بطوله دوري ابطال افريقيا، وهو تطرق كمان لاصعب لحظه
بالنسبه له مع النادي الاهلي وهي مباراه سان داونز، وطبعا دي اصعب لحظه مش ليه هو بس، هي اصعب لحظه بالنسبه لكل الاهلاويه، اصعب مباراه مش لحظه، هي كانت مباراه للاسف صعبه جدا على الاهلاويه كلهم. فقال ان دي كانت اصعب لحظه بالنسبه لي، لكن دايما انا عارف ان هدف جمهور الاهلي هو الفوز ببطوله دوري ابطال افريقيا، وعارف ان ده طلب رئيسي عندهم، وانا هحاول ان شاء الله ان انا احقق لهم هذا الهدف في ظل الامكانيات المتوفره بشكل كبير جدا مجلس الاداره، في ظل اللاعبين المتواجدين في الفتره الحاليه، اللاعبين اللي هينضموا باذن الله كمان الفتره المقبله مع النادي الاهلي من خلال الصفقات. فبالتالي انا عارف اهدافنا كويس واحنا بنشتغل عليها بشكل جيد جدا كجهاز فني وكلاعبين. كمان تطرق لرمضان صبحي واتكلم عنه، قال ان رمضان صبحي لعيب جيد جدا، لكن قال هو مش مارادونا ولسه عنده امور لازم يطورها، واحنا هنشتغل معاه على الجزئيه دي، لكن هو بكل تاكيد اضافه لينا في مسيره النادي الاهلي القادمه، وطبعا رمضان صبحي احد اللاعبين المميزين جدا. ده كان كلام مهم من مستر لاسارتي، واخبر واخر واهم اخبار النادي الاهلي بشكل كامل هناك في معسكر اسبانيا. طيب نروح بقى لبطوله الامم الافريقيه نشوف اهم اخبار كان في الصحف ايه، يلا بينا. الأخبار المسائي، الصمت يخيم على الجبلية، سويلم يحضر ساعتين وكبير الموظفين يفرض سيطرته. أخبار الرياضة، الجبلية تنتظر المصير الذي يترقبه الملايين، الحساب بعد الكان. الجمهورية، الأولمبية تحسم، الفيفا يحدد شكل الجبلية. أخبار الرياضة، مدرب وطني بديلا لأجري. الأخبار المسائي، منتخب الجزائر الجبار يواصل الإبهار، محاربي الصحراء إلى نهائي كان عبر النسور الخضراء. المساء، محرز الموهوب أسعد الكلوب، النجم الجزائري سجل هدفا قاتلا في مرمى نيجيريا وصعد لنهائي أفريقيا. الأهرام، أسود الترانجا تنهي أمال النسور كارتاج في مباراة مجنونة. الأخبار، لقب الأمم الأفريقية بين الجزائر والسنغال، محارب الصحراء انقضوا على النسور والحلم التونسي تبخر. أخبار الرياضة، نهائي تاريخي على استاد القاهرة، معركة بين محاربي الجزائر وأسود السنغال على كأس إفريقيا. طيب في اخبار محليه بكل تاكيد، وده هيبقى شغل شاغل خلال الفتره اللي جايه عشان نشوف مصير الكره المصريه هيمشي ازاي، هنشوف ازاي هنعالج الامور والكوارث اللي مرينا بيها خلال الفتره اللي فاتت بالنسبه للكره المصريه وبالنسبه لاتحاد الكره المنتخب المصري اكثر تحديدا. فبالتالي هيبقى في تركيز كبير جدا خلال الفتره الجايه من الصحف المصريه بشكل عام ومن الاعلام المصري بشكل كامل، علشان ان شاء الله باذن الله الامور تسير بالشكل المطلوب لفتره تكون افضل بكتير جدا جدا من الفتره اللي فاتت بالنسبه للمنتخب الوطني المصري، وكمان بالنسبه للكره المصريه بشكل كامل، لان احنا عايزين الكره المصريه بالتحديد فيما يتعلق بالبطولات المحليه يكون في شكل افضل من كده، خصوصا في تواجد الملاعب الجيده جدا، في تواجد ان شاء الله الجمهور وعودته للمدرجات، فان شاء الله الامور كلها تكون في صالح الكره المصريه بشكل كامل. عايز ابتدي بالاهرام او عفوا الاخبار المسائي، الاخبار المسائي بيقول ايه، ان الصمت بيخيم على الجبليه، وان سويلم بيحضر لمقر الاتحاد ساعتين وكبير الموظفين يفرض سيطرته. ما لناش دعوه بكبير الموظفين، دي مش هنتكلم فيها، دي امور كلها متعلقه بالخبر الخاص بالاخبار المسائي، لكن بالتحديد عايز اتكلم على الفتره الجايه هيكون الامور ماشيه ازاي بالنسبه لاتحاد الكره. طبعا زي ما حضراتكم عارفين اللي بيدير الاتحاد دلوقتي اللواء ثروت سويلم، وكان من حوالي 7-8 ايام كده خلاص اعضاء المجلس كلهم بعد الخروج في ليله الخروج من جنوب افريقيا كله قدم استقالته، فبالتالي كان في فتره زمنيه ممكن من خلالها يرجع الاعضاء عن الاستقاله ويكونوا لسه متواجدين في مراكزهم في اتحاد الكره، فبالتالي الفتره دي خلصت امبارح بالتحديد وخلاص كده اصبح رسميا ثروت سويلم هو القائم بأعمال اتحاد الكرة والمدير التنفيذي برفقة طبعا المدير المالي في إدارة شؤون الكرة المصرية خلال الفترة اللي جاية. بالتالي عنده ملفات كتيرة مهمة جدا، ملفات بتتعلق بإنهاء الموسم المحلي في مصر اللي لسه مخلص،
دوري كاس كل الكلام ده، وبعدين عنده ملف المدرب الاجنبي الامور هتمشي ازاي، وبعد كده لسه مستني قرار من الفيفا هل ينفع لجنه تدير اتحاد الكوره لحد الانتخابات في 2020 ولا لازم نعمل انتخابات تكميليه مع نهايه شهر نوفمبر 30 نوفمبر، وبعدين بعد الانتخابات التكميليه دي يكون في انتخابات تاني في 2020. كلها امور لسه مستنيين الاتحاد الدولي هيرد وهيقول ايه. فبالتالي كان في جلسه ما بين ثروت سويلم ووزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي ورئيس اللجنه الاولمبيه هشام حطب للحديث بشان هذه الامور جميعا. نتمنى كل التوفيق ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه، الناس اللي هتيجي او اللجنه اللي هتكمل ايا كان الامور ايه، المهم ان الناس تشتغل في صالح الكره المصريه. احنا شايفين الناس كلها من حوالينا، الدول كلها سواء دوريات محليه لاي دوله مجاوره او اي دوله ما كنتش تسمع عنها اصلا في خريطه الكوره، سواء منتخبات، كله بيتطور، كله بيتطور ما عدا احنا. محتاجين ان احنا لازم نركز ولازم نطور من نفسنا، ومش معقول بعد كل اخفاق نقول نفس الكلام بقى ده. احنا لازم نحس ان احنا فعلا بنطور. يعني بعد روسيا قلنا لا لازم يبقى في وقفه، لازم المنتخب ولازم اتحاد الكوره وكلام كتير جدا الامور لازم تتعدل، مفيش حاجه حصلت. دلوقتي بعد كارثه كبيره اكبر طبعا من روسيا، لان كاس العالم انت مش رايح تاخد كاس العالم، يعني انت كان انجاز بالنسبه لك انك توصل كاس العالم، لكن انت دلوقتي كنت مطالب بالفوز ببطوله الامم الافريقيه على ارضك وسط جمهورك، فبالتالي خرجت من دور مبكر قوي، دور 16، يعني دوب صعدت من المجموعات خرجت على طول بره، مفيش يعني ما لحقتش. فدي كارثه كبيره، لازم بقى يكون في وقفه حقيقيه في المعالجه، ازاي تعالج، ازاي الفتره الجايه يظهر المنتخب بشكل جيد، مين المدير الفني اللي جاي، وطني ولا اجنبي، انهي الانسب. الامور دي كلها ان شاء الله نتمنى ان يتم دراستها بشكل جيد عشان نشوف النتائج اللي تكون في صالح الكره المصريه. نروح لاخبار الرياضه او نروح للجمهوريه. نروح للجمهوريه، الجمهوريه بتقول الاولمبيه تحسم الفيفا يحدد شكل الجبليه، بالتالي ده كلام غايه في الاهميه. ليه بقى؟ لان طبعا احنا عارفين كان في لجنه ثلاثيه، الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكره اليد وعضو اللجنه الاولمبيه الدوليه، وكمان هشام حطب رئيس اللجنه الاولمبيه المصريه، وكمان وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي، كانوا بيدرسوا الموقف. واكيد في خطابات وصلت للاتحاد الدولي بامكانيه ان احنا يكون في لجنه تدير اتحاد الكره لفتره مؤقته وبعدين يحصل انتخابات، الامور اللي احنا كنا بنتكلم عليها من شويه. لكن طبقا للائحه النظام الاساسي انت قدامك 90 يوم علشان يكون في انتخابات او تعلن على انتخابات لاتحاد الكره المصري عشان تتم او يتم تدارك الامور بشكل كامل، ويبقى ده طبعا طبقا للوائح الدوليه والميثاق الاولمبي وطبقا كمان للائحه النظام الاساسي لاتحاد الكره. الامور دي كلها هنشوفها خلال الفتره اللي جايه من خلال تركيز كبير جدا من كل المسؤولين على الرياضه في مصر في كيفيه تخطي هذه الازمه الصعبه جدا على الكره المصريه. بالتالي اخبار الرياضه بتقول ايه؟ مدرب وطني بديلا لاجري. يعني ممكن يكونوا بيتنبؤوا او بيتوقعوا ان الافضل يكون الفتره الجايه، وممكن تكون طبقا لمعلومات ان الافضل يكون مدير فني مصري. وده اتجاه بالمناسبه، يعني لان انت هتجيب مدير فني اجنبي لسه مش عارف الكره المصريه، مش عارف اللاعبين بشكل كويس، ممكن يكون عارف بعض المحترفين، يعني ممكن يكون عارف صلاح حتى بس يعني. ففي نفس الوقت ممكن تكون دي خطوات بالنسبه لك لورا لو جبت مدرب اجنبي، الا اذا جبت مدير فني على دراية كاملة بالكرة الأفريقية، ملم جدا بالمنتخب الوطني المصري وعارف كويس أهداف المنتخب خلال الفترة اللي جاية. أهدافنا معروفة خلاص، مفيش نقاش عليها، يعني توصل لأدوار بعيدة وياريت تاخد بطولة الأمم الأفريقية 2021 في الكاميرون، وإنك توصل كأس العالم 2022 في قطر. فده أيضا ملف من ضمن الملفات اللي بيتم دراستها حاليا، وهيتم دراستها بشكل أكبر بعد الانتهاء الكامل من بطوله الامم الافريقيه اللي بتقام هنا في مصر، فهيكون في تركيز اكبر بعد انتهاء هذه البطوله. لكن بالنسبه للاسماء المحليه في اسماء كثيره جدا، زي ايهاب جلال، كابتن ايهاب جلال ده مدرب في الحقيقه مميز قوي، كابتن طارق عشري العشري طبعا مدرب جيد، كابتن حسام البدري ايضا مدرب جيد، كابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاولمبي على انه يجي يعني فتره مؤقته لحد ما يشوفوا هيعملوا ايه. كل الامور دي هنشوفها وهنعرف اخر الاخبار فيها خلال الفتره اللي جايه. نروح للاخبار المسائي، وده فيما يتعلق ببطوله الامم الافريقيه، وبيتكلموا على ايه؟ منتخب الجزائر الجبار يواصل الابهار، فعلا بصراحه عاملين بطوله اكثر من رائعه، واستحقوا الوصول للنهائي، واستحقوا
الفوز باللقب محاربي الصحراء الى نهائي كان عبر النسور الخضراء. ومباراه فعلا مباراه كانت كبيره وحلوه جدا امبارح من الجانب الفني والجانب البدني. اللي عجبني في منتخب الجزائر ان هم لما جابوا الهدف الاول مع نهايه الشوط الاول في بدايه الشوط الثاني كده كان في تراجع شويه، بس مجرد ما ضربه الجزاء اتحسبت وجه فيهم جون تحس ان استعادوا قوتهم البدنيه بسرعه قوي وبقوا يهاجموا لغايه طبعا المباراه كانت متوازنه بنسبه كبيره، لكن كان في ارتداد هجومي بالنسبه للمنتخب الجزائري وده اصفر عن فاول في اللحظات الاخيره احرزه رياض محرز. والواضح ان هم معدين بشكل جيد جدا جدا بدنيا، حتى لو في تراجع شويه في الشوط الثاني وده طبيعي بسبب ان المباريات قريبه من بعض وبسبب ضغط البطوله وكلام من ده، لكن هم يستاهلوا بصراحه اللقب. بالتالي الميسا بتتكلم عن ايه؟ بتقول ان محرز الموهوب اسعد القلوب. النجم الجزائري سجل هدفا قاتلا في مرمى نيجيريا وصعد لنهائي افريقيا، وفعلا هدف للتاريخ بالنسبه لرياض محرز. اجواء كانت رائعه جدا جدا في الجزائر كمان بعد هذا الهدف، وخصوصا ان هو جاي في اخر ثانيه، الحكم مجرد ما جه الهدف ده سنتر منتخب النيجيري، الحكم صفر بكاري جسامه يعني. فكل التوفيق ان شاء الله للمنتخب الجزائري في المباراه النهائيه امام السنغال. في المقابل من الاهرام اسود الترانجا تانية امال نسور قرطاج في مباراه مجنونه. كنا نتمنى بكل تاكيد المنتخب التونسي ان هو يتاهل للمباراه النهائيه عشان يكون نهائي عربي مع المنتخب الجزائري، واعتقد المنتخب التونسي عمل مباراه جيده، وكمان لولا ضربه الجزاء اللي اهدرها فرجاني ساسي اللي شاطها باستهتار شويه للاسف كان ممكن يكون المنتخب التونسي متواجد في المباراه النهائيه. كمان المنتخب السنغالي ضيع كمان ضربه جزاء، عندهم مشكله في موضوع ضربات الجزاء ده، ماني ضيع ضربتين جزاء في البطوله جاب واحده وضيعوا كمان ضربه جزاء امبارح، فعندهم ازمه في القصه دي. لكن هارد لك اكيد للمنتخب التونسي الشقيق واللي عمل بطوله جيده، حتى لو كان في الاول ابتدى بدايه صعبه شويه واداء غير جيد، لكن وصلوا لدور بعيد في النهايه قبل النهائي وده شيء جيد بالنسبه لهم، وكمان هيلعبوا على المركز الثالث والرابع مع المنتخب النيجيري. طيب دي كانت ابرز الاخبار المحليه واخبار الكان في الصحف، خلينا نروح نشوف اهم اخبار الكان وايضا بعض الاخبار المحليه في المواقع. يلا. صدى البلد، القرار يصدر خلال ساعات بعد انتهاء مهله 7 ايام. سئل مدير اتحاد الكره 3 اشهر وسيناريو اللجنه المؤقته وارد بشرط موافقه فيفا والاولمبيه الدوليه. الوطن سبورت، محمد الشناوي توديع بطولة كأس الأمم الأفريقية مبكرا مصيبة كبرى. في الجول، أحمد فتحي توقعت تأهل الجزائر للنهائي منذ أول مباراة بالماضي مثل حسن شحاتة. سوبر كورة، اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية تنظم رحلة إلى المتحف المصري. الشروق، رئيس الجزائر للاعبين كنتم محاربين واشكركم على هذا الانجاز الرائع. بط الاهرام، قبل نهائي الكان التاريخ ينصف محاربي الصحراء على اسود السنغال. يلا كوره، تقرير كلاكيت ثامن مره، الجزائر والسنغال طرفي النهائي من مجموعه واحده. الشروق، اس ماني مرشح لتحقيق انجاز مودريتش وجورج وايا. يورو سبورت عربيه، ايوبي هدف محرز قتلنا. كوره، ضربات الجزاء الضائعه تتحول الى كابوس في امم افريقيا. الصريح التونسيه، الجامعه تقدم احتجاجا بعد التفاجؤ بحكم مغربي في الفار وراء الغاء ضربه جزاء. الشروق التونسيه، نيجيريا تفقد جهود غاميلو كولينز امام المنتخب التونسي. تونس الرقميه، منحه ماليه خياليه للمنتخب الوطني رغم انسحابه من الكان. الخبر الجزائريه، جمال بالماضي ان شاء الله سنهديكم الكاس القاريه. الشباك الجزائرية، خزينة ألفاف تنتعش بعد تأهل الخضر إلى النهائي.
الهداف الجزائرية محرز يدخل في صراع مع أحد أعضاء اليمين المتطرف في فرنسا ويسخر منه. النهار الجزائرية رسميا السنغال تفقد خدمات نجمها أمام الجزائر. من النهار الجزائرية سنغال بتفقد خدمات نجمها أمام الجزائر، وفي الحقيقة هيفقدوا نجم كبير جدا جدا وهو كالديو كولوبالي، طبعا نجم نابولي الإيطالي ونجم المنتخب السنغالي ومن أحد أفضل المدافعين في العالم في الحقيقة. هو مش هيكون متواجد في المباراة النهائية بسبب الإيقاف، نتمنى أن يكون ده شيء إيجابي، وأكيد هيكون شيء إيجابي للمنتخب الجزائري وبالتالي من خلاله يحققوا لقب بطولة الأمم الأفريقية. عايزين نشوف تصريحات لاسارتي قبل ما نستفيض في هذه الأخبار سواء المحلية أو أخبار الخاصة ببطولة الأمم الأفريقية. لاسارتي بالتحديد كان ليه تصريحات مهمة جدا جدا في معسكر الأهلي امبارح مع زميلنا العزيز عمر ربيع ياسين. خلينا نروح نشوف أهم التصريحات، يلا بينا. La recuperación psicológica es relativa. أنا أعتقد العامل النفسي ده هيكون نسبي. Son todos casos jugadores con experiencia. دول لاعبين ذوي خبرة. El fútbol tiene eso, uno gana siempre. والكرة عامة مش دايما بنكسب. Y ahora con este grupo. لكن مع المجموعة دي. Ellos tienen la oportunidad de ganar algo. Todos tenemos la oportunidad de ganar. الفريق مع الفريق بتاعنا هيكون عندهم فرصة الفوز. Cambiar rápidamente la situación. وتغيير الوضع من الخسارة للفوز. Por poco que puedan hacer. وبأقل شيء ممكن يعملوه. Era bueno que estuvieran con todos sus compañeros. مهم جدا كانوا يكونوا مع بقية الفريق. Porque nosotros ya vamos a aquí vamos directo a los partidos ya realmente están los partidos لان من هنا هنبدا نتجه بتفكيرنا للماتشين المتبقيين. Y lógicamente nosotros llegamos aquí احنا وصلنا هنا el equipo estaba 17 puntos atrás del primero كان فريقنا 17 نقطه اقل من متصدر الدوري. O sea que el equipo hizo mucho por conseguir estar ال فريقنا عمل كتير جدا عشان يوصل للمكان اللي هو فيه. No hay nada conseguido لحد دلوقتي ما وصلناش لحاجه. Lógicamente le tenemos mucha ilusión لكن بنتمنى ان احنا نوصل لده como grupo كفريق y para uno كحلم شخصي طبعا كحلم شخصي. Y sería muy importante y muy lindo que مهم جدا que la gente pudiera volver al campo ان الناس الجمهور يرجع للملاعب تاني. Yo se lo he comentado muchas veces. انا قلت له علقت على ده كتير. Nosotros jugamos el último partido que nos tocó jugar, empatamos. احنا لعبنا الماتش الاخير كونترا الاسماعيلي. Y era un partido definitivo. وكان ماتش مهم y entramos al campo. ودخلنا الملعب frío. وكان ملعب بارد تماما. فاضي. Había 30 personas, كان فقط 33 حاضرين في المدرجات. ده كان شيء غريب. ده شيء مؤلم جدا. Yo no sé de seguridad y todo eso. انا ما بفهمش في حكايه التامين. Hay que buscar una solución. لكن مهم جدا ايجاد حل لده. الفوتبول es de masas, de público. كرة القدم دي جماهيرية. لعبة جماهيرية. ده اللعبة الأكثر جماهيرية على مستوى العالم. وفريق مثل للأهلي زي الأهلي ليه جمهور كبير ما ينفعش يدخل ملعب ويلاقيه فاضي كده. Ojalá que eso se solucione. أتمنى إن ده يتحل. Él el año pasado ya tuvo para irse. هو السنة اللي فاتت كان ممكن يروح لبرشلونة لكن هو قرر ان هو يقعد.
Pero este año fue, no fue un buen año para el Atlético de Madrid. لكن السنة دي كان عام سيء بالنسبة لأتلتيكو مدريد. Y tampoco fue un buen año para el Barça al final. وفي الآخر برضو كان عام سيء بالنسبة للبارسا. Yo creo que la personalidad de Antoine lo puede ayudar. Es un buen momento para cambiar. ده كان وقت جيد جدا للتغيير بالنسبة له. Está bien rodeado, está más de los jugadores fantásticos. هو حاليا هيكون حواليه لعيبة مميزين. Yo creo que le va a ir muy bien. ده أكيد هيكون حاجة مميزة وحاجة جيدة ليه. En los dos casos fueron jugadores de. En el caso de Suárez. في حالة Suárez. Un jugador que subió al primer equipo. كان ده فريق كان صعد للفريق الأول. Y bueno, poquito a poco fue trabajando. شوية شوية بدأ يشتغل. Seis meses, una cosa así. كان حوالي ست شهور. Hasta que le dimos la oportunidad. حتى إن إحنا ادينا له فرصة. Y explotó. واستغل الفرصة و. Creo que hizo 16, 18 goles. ودخل حوالي 18 هدف. وبعد كده انتقل إلى هولندا. En el caso de Griezmann. وفي حالة جريزمان. Jugador en la pretemporada, nos faltaba uno. في حالة جريزمان كان ناقص لنا في فترة الإعداد لاعب. Nos lo enviaron a él. بعتوا لنا جريزمان. أنا ما كنتش عارفه. Pero apenas lo vi, me encantó. لكن أول ما شفته عجبني جدا. Pero le dije al gerente deportivo, al director deportivo. عشان كده أنا قلت للمدير كورة. Que se va a quedar para disputar el campeonato con nosotros. إن هو هيفضل معانا للبطولة. Hizo un gran campeonato esa vez. وعمل عمل بطولة جيدة جدا. Bueno, de ahí para arriba. En los dos casos. وبدأ طريقه. Gran personalidad. هو شخصية جيدة جدا. Espíritu ganador. وروح فائز دايما وبطل. Claro sus objetivos. وكان أهدافهم واضحة. A mí Suárez con 18 años. Suárez وعنده 18 سنة. Decía que iba a jugar en el Barcelona. كان بيقول لي إن هو هيلعب في برشلونة. Y Antoine. وأنطوان جريزمان. Me dijo muchas veces. قال لي كتير جدا. Que él iba a jugar de delantero. إن هو هيلعب سترايكر. En la selección mayor francesa. في المنتخب الفرنسي. Bueno, simplemente agradecerles a toda la gente. أنا بشكر جمهور الأهلي. El apoyo. كل الدعم. Los deseos. والأماني. Sobre todo en los momentos delicados, los momentos. خاصة في الأوقات الصعبة اللي إحنا مرينا بيها. Y bueno, que vamos a hacer todo lo posible. إحنا هنعمل كل اللي نقدر عليه. Que vamos a entregar todo lo que tenemos. إحنا هنقدم كل اللي نقدر عليه. Para conseguir el objetivo que todos queremos. عشان نوصل للأهداف اللي إحنا عاوزينها كلنا. ونرفع مع بعض الكاس إن شاء الله. Y bueno, después vendrá la próxima temporada. وهتيجي السيزون الجديد. Y lógicamente tenemos los objetivos más altos. وهيكون أهدافنا أعلى من كده دايما. Pero primero lo primero. لكن دايما بنفكر في الأولوية اللي هو الدوري إن شاء الله. معانا في هذه اللحظات ضيف عزيز جدا جدا وبنتمتع بتواجده دايما في حلقه كلام في الميديا في قناه النادي الاهلي استاذ محسن لملوم مدير تحرير الاهرام الرياضي. استاذ محسن منورنا ومشرفنا كالعاده. بنورك يا كابتن امير، ربنا يخليك على الكلام الجميل ده. كلام كتير جدا وعناوين كتير هنتناولها معاك على مدار الحلقه، لكن قبل ما نتكلم بتفاصيل كتير على بطولة الأمم الأفريقية واللي حصل امبارح والتأهل النهائي بالنسبة للجزائر والسنغال، عايزين نتكلم شوية عن النادي الأهلي خلال الفترة الحالية واللي بيستعد لفترة قادمة غاية في الأهمية من خلال مباراتين المقاولين والزمالك، وبعد كده تخش بقى استعدادات تانية للموسم الجديد. شايف الفترة دي ازاي ومدى أهميتها بالنسبة للفريق الأول لكرة القدم من النادي الأهلي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا دي استكمال موسم، يعني هي طبعا هي مقطوعة بنسبة كبيرة جدا، أكثر من حوالي 40 يوم أو ربما أكتر طبعا، اللي هو فترة توقف الدوري. طبعا ده ما بيحصلش في أي مكان في العالم، بس حصل عندنا خلاص مش مشكلة. أعتقد يعني بعد أن الدوري هيبدأ طبعا يوم الأحد اللي جاي بعد البطولة على طول بالثلاث مباريات للزمالك ومباراتين للنادي الأهلي. يعني أعتقد هم عملوا، الفرقة عملت ريفريش في الفترة دي تحديدا، يمكن كل التركيز أكبر على الأهلي والزمالك مع احترامي طبعا للجونة والمقاولين والإسماعيلي بحكم أن هم اللي بيتصارعوا لسه على اللقب. الاهلي في اسبانيا، الزمالك في قبرص، فيعني
ريفريش كده، يمكن نتمنى ان شاء الله بعد البطوله يكون اخذوا من روح البطوله شباب، روح البطوله الافريقيه تاثر على اللعيبه شويه، فيكون لهم مردود طيب في المباريات اللي باقيه، مباراتين للاهلي وثلاثه الزمالك، يكون يعني نهايه موسم بشكل كويس حتى وان كانت متاخره يعني. شايف ان المعسكر في اسبانيا كان توقيته مهم جدا للنادي الاهلي ولمستر لاسارتي كمان بالتحديد عشان يبتدي ان شاء الله باذن الله موسم جديد بشكل جيد. هو النادي الاهلي متعود على طول انه بيعمل معسكراته في اوروبا ودايما بتؤتي بثمارها يعني، بيبقى بعيد طبعا الاجواء هنا في ملعب التتش مثلا، المعسكر الجماعي ده بيبقى يعني اللعيبه بتبقى مع بعضها فتره طويله، ده بيبقى شيء كويس بعيد طبعا عن التوترات والاجواء اللي موجوده هنا، وكان طبعا السوشيال ميديا مش مخليها حاجه بعيده، ولكن بيكون في اكبر قدر ونسبه من التركيز لان الموسم بالنسبه لهم مباراتين يعني، الفوز في الاثنين بيمنحك الدوري، ربما الفوز في مباراه يمنحك الدوري بالزبط. الله اعلم طبعا الامور هتمشي ازاي، بس طبعا الامور اقرب بنسبه اكبر من للنادي الاهلي من نادي الزمالك، عشان كده النادي الاهلي يعني شايفه مركز اكبر في الفتره اللي جايه ان شاء الله. هل كنت تتوقع وصول النادي الاهلي للمرحله دي في بطوله الدوري بعد البدايه اللي كانت صعبه جدا واللي كانت بتتمثل سواء في نتائج في الاول تعادلات وهزيمه وكلام من ده، وايضا اصابات كانت كتير بالنسبه للنادي الاهلي؟ ولا حد كان يتوقع، كل الكلام كان في بدايه الموسم هو يبان انه بعيد قوي لانه تقريبا من سنه الناس كلها بتتكلم ان الموسم ده للزمالك، الزمالك بيقدم افضل عروض، النادي الاهلي بعيد تماما، حتى ان كان بيفوز كان مستوى متذبذب، كمان مش هننسى ان الاهلي كان متاجله مباريات كتيره لان الاهلي كان لسه في بطوله افريقيا اللي قبل اللي فاتت اللي وصل فيها للنهائي قدام الترجي، فكان الاهلي متاجل والدوري صحيح من بطوله افريقيا اللي قبل اللي فاتت صح؟ صحيح يعني شغال ما حدش عارف، ما كله هو ما فيش توقف، هو لازق في بعضه يعني انت خدت اجازه اهو شهر او 40 يوم مثلا وهترجع تلعب الثلاث ماتشات وبعدين تاخد 20 يوم وبعدين تيجي راجع تاني لا يعني فهو كله بقى فيه تلاحم طبعا. احنا في موسم كروي واحد في مصر لعبنا بطولتين افريقيا لعبت بطولتين افريقيا للانديه مع بطوله افريقيا للمنتخبات فكله لازق في بعضه يعني فالناس انا يعني ما حدش يتذكر، لكن لما تيجي ترجع من قرابه السنه اللي ورا تلاقي ان النادي الاهلي فعلا ما كانش حد مرشحه ده كان حتى بيطلع وسط مثلا دي الدعابه يعني الدعابه اللي بين الجمهور اللي هو الاهلي لن يهبط بحكم انه كان متاجل له كتير وكان لعب تقريبا ماتشين او ثلاثه بالزبط. كان في متاجل له كتير تسع ماتشات فطبعا ده بيفرق طبعا انت بتتكلم في 27 نقطه على الاقل يقول المهم اللي بيحصل في الاهلي لا ما فيش مشاكل دي لا دي في دعابة الناس عارفه طبعا ان يعني أكيد. فريق لعب ماتشين وفريق لعب تسعه ما اكيد طبعا طبيعي في فروق يعني لكن لما الامور بتتساوى والاهلي بيلعب ماتشاته مع الزمالك والامور بتبقى الند للند خلاص بيبان بقى الـ 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 القوه الحقيقيه يمكن ما كانش بصراحه ما كانش حد يتوقع حتى محب النادي الاهلي في الاول قال لك هو موسم وخلاص وبعدين نبدا على جديد لان كان في خطا بكل امانه النادي الاهلي ما رممش او ما عملش صفوفه كويس في موسم الانتقالات الصيفيه، والموسم الانتقالات الصيفيه كانت بتبقى هي الاساس في ده كان بسبب ايه؟ انا اقول لسيادتك الاول هو بيبقى الاساس ان انت بتعدل صفوفك او بتظبط صفوفك بالصفقات الصيفيه يعني صح وبعدين بتكمل في الشتاء او في يناير بتكمل بعنصر او اثنين، النادي الاهلي عكس في الصيف لو نتذكر كان جاب كوليبالي وتقريبا احمد علاء يعني مع احترامي طبعا ما كانوش مؤثرين الاثنين لكن الاهلي بقى عكس راح جاي في يناير راح جاب اللي هي صفقات الاضخم فعشان كده حصل الدروب ده وبعض اللعيبه لسه ما حصلش التجانس زي حسين الشحات مثلا هو لاعب كبير جدا وجايب رقم كبير ومع ذلك ما حصلش التجانس لانه جاي من نص الموسم طبعا فهي دي الاهلي عكس ده اللي عمل بس برضه طبعا مع رمضان صبحي بقى وجيرالدو بقيه اللعيبه يمكن ده اللي عمل الدروب لكن لما تيجي تبص في النهايه الاهلي هو اللي فارق بثلاث نقط والعمليه تصل لكده ولولا لو كان الاهلي ما كانش تعادل ماتش ما كانش خسر ماتش كان زمانه بطل الدوري الرسمي خلاص وبرده عشان نكون منصفين الزمالك برده اهدر نقاط ما كانش ينفع يهدر طبعا. بس طبعا دي طبيعه المنافسه فاجابت على سؤالك ما كانش ينفع طبعا ان ما كانش حد متوقع ده وحته الصيفيه ده كان شايف انه كان خطا من النادي الاهلي ان هو عكس ترميم الفريق المفروض الاساس في الصيف انك بتبدا موسم وبعدين بتكمل في الشتاء هو الاهلي عكس جاب اثنين في الصيف وراح جايب العدد الكبير الاساسي او القوام الرئيسي في الشتاء كمان برضه في ظروف خارجه عن الاراده عارفين الاجواء كلها اللي كانت محيطه بالنادي الاهلي والضغوط اللي كانت كبيره على النادي الاهلي والتضامنات والامور اللي كانت بتحصل بشكل عام انت وجهه نظرك عارف مختلف مع حضرتك انا عارف عشان احنا في النادي الاهلي يعني مش هنطفي راسنا في الرمال لا انا بتكلم من وجهه نظر لكن ممكن يكون دي حقيقه والنادي الاهلي ممكن حتى لو اخطا وده وارد انه يغلط ده خطا الاهلي دفع ثمنه مفيش نادي ما بيغلطش ده الاهلي دفع ثمنه في بطوله افريقيا المهم ان هو عدل من اخطائه وكان ممكن يبقى النهارده بطل الدوري مرتاح فهو دفع ثمنه اكتر حتى في الدوري ان هو يعني لسه البطوله لم تحسم
وحتى لو حسم النادي الاهلي فكان ممكن تحسم بدري عن كده وكان الاجواء هاديه شويه يلعب بصف ثاني او ايا كان يعني, او مش هتبقى المهمه بقى الماتشات اللي باقيه. تحصيل حصل ولكن دفع ثمنها اكبر في بطوله افريقيا وبخروج لن يمحوه التاريخ طبعا بالنسبه لنادي كبير زي النادي الاهلي بالخساره بخماسيه من صن داونز الجنوب افريقيا. فده اللي حصل للنادي الاهلي في الموسم يعني. نتمنى ان شاء الله ان الفتره الجايه تكون افضل بالنسبه للنادي الاهلي. بالتالي عايز اتكلم معاك عن صفقات النادي الاهلي. حتى الان الاهلي تعاقد مع رمضان صبحي ومع اليو ديان, شايف ازاي صفقتين دول؟ والله طبعا رمضان صبحي مش جديد يعني, هو استكمالا اللي هو كان فتره الاعاره بتاعته, وكويس ان الاهلي حافظ على ده لان رمضان لعيب كبير حتى طبعا. لو كان بيحصل له نوع من التذبذب في بعض المباريات بس هو يبقى لعيب كبير يعني أكيد. مؤثر برضه يعني, كان حتى الناس حتى في هفوه المنتخب في بطوله افريقيا دايما بيقول كان مفروض يبقى صح. عندك لاعب تقيل على الدكه تناور بيه اللي هو تقدر تنزل بيه في الشوط الثاني او في وقت الشده الجمهور يهيص. الكلام ده متوفر في رمضان صبحي, في كهربا, في بعض العناصر اللي هي المهاريه. ما كانش موجود اللاعب ده على الدكه, فعشان كده المنتخب فقد هيبته في بطوله افريقيا. فده مهم جدا للنادي الاهلي حتى وان كان رمضان احيانا بيتذبذب مساواه, فده مهم جدا طبعا. اليو ديانج ده صفقه كويسه للاعب, عامل متابع للكره الجزائريه كمان, عامل شغل عالي جدا. لا عامل شغل عالي جدا في الدور الجزائري السنه اللي فاتت. يمكن كل انتهزنا فرصه التواجد الجزائري الصحافه الجزائريه في البطوله, وكنا بنسالهم دايما على اليو ديانج, بيقول لك لا ده لعيب رائع جدا وهيفيد النادي الاهلي. يبقى بس عنصر بقى التوفيق وعدم التوفيق, لان طبعا ياما جه لعيبه بتبقى اسمائها كبيره جدا وما بيحصلش انسجام, وطبعا زي حسين الشحات اتمنى له التوفيق. اليو ديانج اعتقد مش هياخد وقت كتير كده, لانه دايما اللاعب الافريقي بيبقى واقع تحت وطاه الحاجه ام الاختراع, ان هو دايما بيبقى ايه لو ما فلحش هنا هيرجع بلادهم, فتلاقي الامور مش كويسه زي شمال افريقيا. وبعدين طبعا بالنسبه له نقله كبيره من الدوري الجزائري للدور المصري والنادي الاهلي, طبعا دي نقله كبيره جدا. هما دايما بيمسكوا في الحاجات دي. فان شاء الله اتمنى له التوفيق يعني. طيب بالتالي شايف المراكز اللي ممكن يكون لسه محتاج النادي الاهلي تدعيم فيها من وجهه نظرك خلال الفتره الجايه من غير ما نتطرق لاسماء خالص يعني؟ يعني اعتقد الدفاع والهجوم ماشي اوكي خلاص ما فيهوش مشاكل يعني. اعتقد الدفاع اكتر في النادي الاهلي محتاج ترميم, لان ده كلف النادي الاهلي السنه اللي فاتت كتير بصراحه سواء في البطوله المحليه والبطوله الافريقيه. كانت الدنيا ضايعه ورا بصراحه بكل امانه يعني, لكن قدام ما فيهوش مشاكل, هو بس بيقع في خط النص والخط الهجومي ما بين التوفيق وعدم التوفيق. لكن لما بيحصل تماسك بيقدم كوره عاليه جدا. يمكن كلنا شفنا في ماتشات السنه دي النادي الاهلي عملها ما حدش هيفتكرها قوي, بس مثلا ماتش الاهلي والمقصه اللي كانت في الدور الاول 3-0 كانت مباراه رائعه جدا فعلا. كانت حاجه بسم الله ما شاء الله لما حصل التوفيق يعني. حصل النادي الاهلي كان في ميزه, في مش ميزه, في عيب خطير جدا في السنه دي, ان هو بيهدر كم فرص رهيب اللي يمكن لو سجل نص الفرص دي يفوز مرتاح. فدي كانت مشكلته. بس طبعا بيدفع ثمن ده كان في مشاكل في الخطوط الخلفيه. اتمنى النادي الاهلي يدعم دفاعاته عشان يبقى تكتمل صفوفه طبعا في المباراه المتبقيه والموسم الجديد ان شاء الله. طيب خلينا نقول لجمهور النادي الاهلي التشكيل الخاص بالفريق في المباراه الوديه الاخيره هناك في معسكر اسبانيا امام فريق اوكام الاسباني. تشكيل النادي الاهلي: علي لطفي في حراسه المرمى امام الرباعي علي معلول, محمد نجيب, رامي ربيعه, واحمد فتحي في نص الملعب, كل من حمدي فتحي وحسام عاشور, امامهم كل من رمضان صبحي, حسين الشحات, وجونيور اجاييه, والمهاجم وليد ازارو. عيد على حضراتكم تشكيل النادي الاهلي مره ثانيه: علي لطفي في حراسه المرمى, علي معلول ظهير ايسر, احمد فتحي ظهير ايمن, اثنين مساكين محمد نجيب ورامي ربيعه, اثنين في نص الملعب حمدي فتحي وحسام عاشور, امامهم ثلاثي رمضان صبحي, حسين الشحات, جونيور اجاييه, وايضا المهاجم الوحيد وليد ازارو. دي اخر تجارب النادي الاهلي الوديه, وحتى الان تقدم النادي الاهلي ب 2-0, اجاييه وحمدي فتحي هم اللي احرزوا الاهداف. شايف ازاي التجارب الوديه دي بالنسبه للنادي الاهلي حتى لو كان المستويات اللي انت بتقابلهم ضعيفه شويه, لكن مدى اهميه هذه التجارب؟ لا يعني الهدف منها بيبقى وجود تجانس ما بين اللعيبه اكتر. يمكن بحكم ان هم متوقفين في الدوري ما لعبوش بقالهم فتره طويله مع بعض, هم الدوليين معاهم, فدي يعني بيبقى في
بيبقى الهدف الرئيسي منها مش الانتصارات، حتى كانت 9 ولا 10 ولا حتى 20 جون مش ده المهم. الاساس في القصه كلها بيبقى التجانس، خلق التجانس او مزيد من التجانس، ويعني اللعبة بتفهم بعض اكتر، يعني بيشوفوا بعض. يمكن كان في نقطه النادي الاهلي بيفتقدها السنه دي، لما كان الجيل الذهبي في 2005 كانت اللعبة بتباص لبعض على العمياني، يعني كل واحد عارف التاني فين. كانوا بيلعبوا حتى لعبه كده اسمها الساقيه، كان اللعبة تلاقي متعب ومش عارف وبركات وتريكا وفلافيو كانوا بيلعبوا، لان كتر لعبهم مع بعض. فدي احد اهم سمات الماتشات الوديه، حتى وان ما كانتش المباراه بالقوه المطلوبه او المنافسين يعني بالقدر الكبير يعني. طيب بالتالي منافسات عديده هتكون للنادي الاهلي في الموسم الجديد، عندك بخلاف ان شاء الله بطوله الدوري ماتشين الباقيين، عندك بطوله كاس مصر، وعندك اللي هي البطوله اللي بتاعت السنه اللي فاتت، وعندك السوبر بتاع السنه اللي قبل اللي فاتت تقريبا او اللي فاتت اللي قبل مش عارف واللي قبل اللي قبل فاتت واللي فاتت تمام وعندك بطوله الدوري الجديد وكاس مصر البطوله الجديده، وعندك بطوله دوري ابطال لافريقيا. هل كل ده هيبقى ضغط كبير على اللاعبين او على اي فريق بشكل عام؟ لا اعتقد يعني خلاص هم مش هيبقى في الضغط اللي حضرتك بتتكلم عليه ده لسببين. اولا هو الدوري ماتشين او ثلاثه بالنسبه للاهلي ماتشين، يعني بخلاف الدوري هنخلص من بخلاف الدوري. الكاس يعني لازم يخلص في وقت قصير جدا عشان الدوري الموسم الجديد اللي هيبدا. السوبر انا مش يعني ممكن اتحاد الكوره يلعبوا في مصر حتى يعني عشان ما يروحش السوبر السوبر يروحش الامارات بقى ولا اي بالزبط. عشان ضيق الوقت كمان، انت لما تسافر بره بتاخد روحك بدري اكتر، حاجات كده يعني. اخلص من الحاجات دي بسرعه وخلاص. الموسم الاستثنائي خلص. انت عندك فعلا كان موسم استثنائي بسبب بطوله كاس امم افريقيا واقامتها على مصر في وقت قياسي. كان عندك بطوله دوري ابطال افريقيا الجديده المعدله اللي هي لحمت في البطوله القديمه، فخلاص انت تخلصت من ده وتخلصت من ده، فعندك موسم تقدر تلعب فيه مرتاح. بلس ان انت عندك حاجه مهمه جدا، الانديه ما عادتش تشارك في 4 بطولات زي ما كان بيحصل بالزبط. انت عندك بطولتين، اللي هيشارك في البطوله العربيه مش هيشارك في البطوله الافريقيه والعكس. خلاص فده يبقى بالنسبه لك انت يبقى العمليه مرتاحه جدا. النادي الاهلي اكيد طبعا هيختار البطوله او اختار فعلا البطوله الافريقيه، دي طبعا هي طبيعي الرسمي والمعتمد والمعترف بيها مع كامل احترام طبعا البطوله العربيه في الاول وفي الاخر فريندلي ماتشز يعني ماتشات وديه. فانت ده المهم، فانت تقدر تعدل من الامور هتتعدل مع الوقت، يعني مش هيبقى فيه كم التاجيلات للاهلي والزمالك والاسماعيلي والمش عارف مين والاتحاد والمصري والحاجات اللي كانت بتحصل دي مش هتبقى موجوده السنه دي ان شاء الله. هتبقى متوازنه كتير لكل الاسباب اللي ذكرتها لحضرتك. اعتقد الضغط هيخف ان شاء الله مع بدايه الموسم. طيب خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نواصل حديثنا بالتحديد فيما يتعلق ببطوله الامم الافريقيه واهم النتائج واهم المباريات وابرز كل الاحداث اللي حصلت في بطوله الامم الافريقيه. استنونا بعد الفاصل. الآن موعد آذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. طيب اتكلمنا على النادي الأهلي وكل التفاصيل الخاصة باستعدادات للفترة القادمة، في المقابل في أمور بتتعلق باتحاد الكرة بعد كارثة الخروج من بطولة الأمم الأفريقية. بتنفيش اتحاد كرة دلوقتي القائم بأعمال الاتحاد للواء ثروت سويلم، الفترة الجاية شايفها ازاي بالنسبة للكرة المصرية بالتحديد فيما يتعلق باتحاد الكرة؟ لا اتحاد الكرة طبعا الدولة أكيد مش هتسكت على ده، لازم يبقى فيه طبعا اتحاد كرة، لأن احنا مقبلين على تصفيات كاس عالم وتصفيات كاس امم، فالعمليه مش محتاجه. وبعدين المنتخب كفايه عليه بقى مهازل، يعني كفايه عليه مهازل. هو الناس بتتعامل بالمناسبه بمنطق السبوبه، بمعنى ايه؟ يعني هم لما رحنا كاس العالم المشاكل اللي حصلت في كاس العالم من منطق ما احنا مش هناخد كاس العالم. فاسترزق بقى وعيش حياتك، واللعيبه تاخد فلوس وده يكلم ده وده ياخد مش عارف من قناه كذا ويطلع الناس تصور وفرصه نروح. يعني هم اتعاملوا احنا عايزين نصعد كاس العالم، ادي احنا صعدنا، احنا مش هناخد كاس العالم يا جماعه. ماشي اوكي مش هتاخد، بس العب برجوله يعني. احترم نفسك، احترم نفسك عشان احترمك. لما حصل الكوارث اللي حصلت في كاس العالم وما كانش فيه محاسبه اكتملت في افريقيا برضو. الناس ما عندهاش الباعث او انها تكسب طبعا. ايه البطوله على ارضنا والمنتخب مش عارف الارض والجمهور، ما عادش الكلام ده طبعا. بدل ان انت اتغلبت من اضعف فريق في البطوله، يعني فريق لعب 4 ماتشات اتغلب 3. انا اتغلب من نيجيريا من المغرب، واتغلب من ازارو جاب الجون الثالث بالمناسبه في المباراه الوديه. اتفضل عقبال ما يجيب حاجه في الدور المصري ان شاء الله باذن الله. يعني اتغلب من كوت ديفوار، اتغلب من المغرب، اتغلب من نيجيريا، والفريق الوحيد اللي كسبه ناميبيا. يعني هو ما كسبش الا ناميبيا ومصر الحمد لله. لا وما عندوش كوره يعني فريق. يعني انت لو انا على فكره انا كمصري كمشجع مصري بشكر منتخب
جنوب افريقيا انه رحمنا من هزيمه فادحه قدام منتخب زي نيجيريا، لان انت استحاله كنت تصعد اصلا تقابل الجزائر، خلينا نتكلم بامانه، ولو صعدت كنت هتتغلب بالمستوى اللي احنا شفناه. لا فانت كفايه مهازم من المنتخب، ما تلعب انت بتلعب باسمك، وهي الناس بتتكلم من منطق ايه، ما احنا واخدين 7 بطولات، ان مش فارقه بقى خلاص لو خسرنا بطوله ايه يعني، ما احنا اصياد القاره، ده الكاميرون اللي بعدنا ب5 واصلا خرجت. بيتعاملوا بمنطق سبوبه يعني، دي حته طريه جايه يعني، هم بيتعاملوا بالمنطق ده، تعاملوا بيها في روسيا صراحه كده من الاخر يعني. من الاخر ايوه، عشان لما امالك كاميرون بتخش ليه فعلا اللاعب ده، وده ياخد 5000 دولار وده كله استرزع استرزع، قال لك انا هتيجي تقفل، طب ماشي هنصعد من الدور اول، ما انت هتتغلب من المكسيك، من أي حد. مش عارف من اي من البرتغال، من اي حد، وكرواتيا هتتغلب. بس انت ليه بقى الفرق لما سنه 90 المنتخب كان كويس، ما كانش فيه الكلام الفارغ ده، فالمنتخب قد خرج من الدور الاول وخرج في المركز الرابع، لكن لعب مباراه بطوليه قدام منتخب هولندا، وبطوليه قدام منتخب ايرلندا، وحتى اتغلب بالعافيه قدام انجلترا. انت اتغلبت الثلاثه عن جدارة واستحقاق، يمكن كنت كويس في مباراه اورجواي، لما ما حصلش الحساب في كاس العالم في روسيا كانت النتيجه دي لازم يكون العقاب كده يعني، والعقاب بالمناسبه كان رحيم بينا احنا كمشجعين، ان انت ما اتغلبتش على ارضك. انا كنت بصراحه خايف من سيناريو البرازيل 2014 على ارضها كانت ماشيه كده وخلاص، واتغلبت 7 هزيمه للتاريخ طبعا. لكن انت اتغلبت 1-0 مقبوله وهاديه وما فيش اي مشاكل من بافانا، لكن كانت هتبقى اكبر من كده. لو ما اتمش الحساب توقع الأسوأ، توقع الأسوأ. لازم يبقى فيه إن شاء الله وقفة والناس دي تتحاسب، ويبقى فيه اتحاد كرة عشان المنتخب طبعا مقبل على فترة حساسة. تكلمت في جزئية مهمة جدا والسبوبة، وإن كل واحد كان بيحاول إن هو يسترزق يعني من خلال تواجد كأس العالم، وإحنا بنتكلم بصراحة يعني، وده هيخلينا نتكلم على أخبار الرياضة. وخبر فيها بيقول إن حرب السماسرة ومراهنات الأندية يتهمون السماسرة بالتخريب. هل السماسرة كان لهم دور في كل هذه الكوارث الموجودة في الكرة المصرية حاليا؟ هل رؤساء الأندية أو الأندية المسؤولين بشكل عام يعني لهم دور في المراهنات بشكل عام؟ عايز أقول لحضرتك، هو مش هتهم واحد بعينه، ما أقدرش أقول السماسرة طبعا، لكن هي بتبقى منظومة حتى لو دايرة مغلقة فاسدة. بمعنى إيه فاسدة؟ أنت النهاردة بتشوف لاعب نص لبة بالبلدي كده، وما يجيبش مثلا نص مليون جنيه مثلا في سوق اللعيبة، بيشوف صحفي ضعيف النفس زيه بياخد قرشين وبيكتب اخبار في الجرايد بتاعته او المواقع اللي هي برضو حاجات وضيعه يعني، وبيقعد يكتب على اللاعب ده انه مطلوب في عده انديه خليجيه، وانه مش عارف الترجي عايزه، وان الزمالك يفكر في الدخول على الخط. فده اوريدي ده بيخليه من نص مليون يخليه 3 مليون على الاقل، وياخد مقابل ده فلوس طبعا، ما دي منظومه فساد. وبيجي ناس تخاطب اطراف من الزمالك مثلا، لو اللاعب مثلا افترض الاهلي بيفاوضه، فيجي طب خش عليه على الاهلي حتى لو مش عايزه، ده لاعب سكه لبس فيه الاهلي، وبيحصل. فيجي معلي الثاني يجي معلي، فيبقى في فساد سمسار مع فساد اعلامي صحفي اقصد يعني، مع هتلاقي من ده كتير في قنوات نص كم موجوده في الفضائيات المصريه دي، ما اعرفش دي جايه منين، يستضيفوا الناس دي ويعملوا لهم بيعملوا حلقات، وبعدين يجي مركب لك فيديوهات تحسسك ان انت هتتعاقد مع ميسي، تبقى قيمه اللاعب الحقيقه بكل امانه ما تساويش 100,000 جنيه مثلا، وتبص لها خلاص وصل ل 8 و10 مليون وخلاص. هو كل هو ليه في مصر هنا مسمينهم سمسار مش وكيل لعيبه؟ هل احنا ما عندناش وكيلين او وكلاء لعيبه؟ الوكلاء بيبقوا معتمدين، لكن هو هنا بقت العمليه فهلوه. بمعنى ايه؟ انا صديقي مثلا لاعب جزائري، ما تشوف لي يا عم اللاعب ده من عينيا حاضر، بيكلم اللاعب طب انا هجيب لك عرض من الاتاب، خلاص اكتب لي بس ان انت بتفاوضني، حاجات كده يعني، ويجي مخلص وانت قاعد التليفون ده اللي انت كلمته، لو فرضنا ان الصفقه تمت يعني، تكتب له خبرين حلوين وده مش عارف ايه، طلعت لك مثلا ب 10,000 دولار ولا حاجه، خبطه في يعني مرتب ما بتاخدوش طول السنه مثلا طبعا. فهي العمليه بقت سمسره خلاص، يقلب زي ما هي جايه سمسار فعلا، من هو انت عايز شقه فبشوف لك مش عارف مين بتشتريها، 5000 منك و5000 من البايع، وهي فيها سمسار. مش وكيل لعيبه، الوكيل لعيبه ده موجود في اوروبا، تعال اتفرج الناس ماشيه ازاي، بتمشي بشكل رسمي. الوكيل كمان بيبقى ليه دور حتى في ثقافه اللاعب، يمكن شفنا ده شويه كتير في محمد صلاح لما رامي عباس مأثر على شخصيته، ده صحيح لانه بيديله بيسلم له نفسه زي ما بيقولوا، اكتب كذا وما تكتبش كذا، عندك النهارده في ضحايا كذا المفروض تطلع تقول كذا، اكتب ريستين بيس ايه مش عارف ايه، هني كذا النهارده لازم تعمل، بلاش تويتت كذا، بلاش تنزل بصوره شكلها مش حلو. بيدير اعماله، بيدير اعماله بشكل كامل، وكيل الاعمال. فده بيبقى دي مهنه راقيه يعني، انت راجل معاك فلوس وبقيت نجم مجتمع خلاص يعني، بتعمل ده لان حد بينظم لك حياتك، مواعيدك، مين يستضيفك ويستضيفك بكام وامتى وازاي، وبيعمل لك جدول وحاجات انت مالكش علاقه بيها. لكن اللي بيحصل هنا عينيا، اجيب لك كذا طب انا تحت امرك، طب ابعت لي كلمتي،
عشان كده بتبقى سمسرة. فهي ما اقدرش اتهم السمسرة فقط او حركة اصول موكلات لاعبين، لا، هي منظومة فساد حتى لو كانت صغيرة، ده اللي بيرفع اسعار اللعيبة زي ما حضرتك شفت كده. اخبار الرياضة ذهبت لما هو ابعد من ذلك كمان، بتقول ان تلاعب بالنتائج والاخفاقات ومفاجأة وراها مواقع مشبوهة. هل فعلا كان في تلاعب في نجد؟ طبعا احنا مش بنتكلم على شخصيات بعينها، وكل الاحترام والتقدير لكل الناس، احنا مش جهه تحقيق في اي حاجه عامه يعني، لكن هل كان في فعلا تلاعب في النتائج؟ شوف يا فندم، القانون لا يحمي المغفلين. انا عشان اقول لحضرتك دلوقتي ان في تلاعب معايا الدليل كويس احطه في عين التخين، غير كده ما اقدرش اقول. يعني انا اقدر اقول اصل في تلاعب، ولو عارف ان في تلاعب ما اقدرش اقول، طالما مش دليل ما اقدرش اتهم. صح. تحس بقى انت ان في حاجه، ماشي اوكي براحتك. في مكاتب مراهنات، في شركات مراهنات طبعا، في في، ما هو في، بس طالما انا تعودت كده، طالما معيش دليل ما افتحش بقى. صح. الرابع رمضان صبحي احرز الهدف الرابع للنادي الاهلي في المباراه الوديه الاخيره في معسكر اسبانيا، اتمنى كل الاستفاده ان شاء الله النادي الاهلي من كل المباريات اللي فاضها هناك في اسبانيا. خلينا نتكلم بقى على بطوله الامم الافريقيه، مباراه او مباراتي الامس، سواء طبعا السنغال وتونس وتاهل السنغال، الجزائر ونيجيريا وتاهل الجزائر. شفت المباراتين دول ازاي؟ وهل ده او دي نتيجه طبيعيه لاقوى منتخبين في البطوله انهم يكونوا متواجدين في النهائي؟ طبيعيه جدا 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 جدا، واي حد كنت تتكلموا الاثنين دول في النهائي حتى لو كانوا مع بعض في البطوله. يمكن ما كانش حد مرشح الجزائر في الاول في المجموعه. هم كانوا بعض في مجموعه واحده، حتى لو ما كانش حد مرشح الجزائر في الاول، كانت الجزائر خدت البطوله عن طريق الخطوه بيت باي بيت يعني. صح. وصلت وتستحق. وبقول لحضرتك من دلوقتي الجزائر بنسبه كبيره جدا هي البطل ان شاء الله. يعني بتاخد يعني 70% اكتر على السنغال، اللي انا بخص حق السنغال، ولكن هي 70% اعلى. يمكن حتى التاريخ بيقف في صفها في الحته دي تحديدا، ان الفرق اللي بتلعب مع بعض في المجموعه وبتتقابل في النهائي دائما الفائز بيقرر الفوز. يمكن حتى حصلت معنا احنا في مصر 2006 2008 فزنا في الاربع ماتشات. صح. حتى الجزائر نفسها اخر البطوله الوحيده اللي خدتها سنه 90 كانت وقعت مع نيجيريا في المجموعه 5 وقابلتها في النهائي وكسبتها 1 زي احنا كده الكاميرون كسبتها 4 وفي النهائي كسبتها 1 في 2008 اللي كانت في غانا. فزائد طبعا المباراه تقريبا بتقام في استاد القاهره الدولي بالجزائر الاعداد الكبيره الجزائريين كتير جدا، اللي بتمنى منهم يتحلوا شباب الروح الرياضيه، لان هم بعد الانتصارات بيعملوا يعني مش بقول بشغب، لا مش شغب، بس بيحتفلوا بجنون بجنون. فده طبعا يعني في ناس بتشوفه حاجه كويسه، يعني في ناس بتتفاعل مع ده، وفي ناس ما بتحبش ده. يعني ايه، يمكن بصراحه انا بشيد برياض محرز امبارح كان قال تصريح عبقري لما قال يا جماعه احتفلوا باحترام، يعني لان انتوا مش في بلدكم. طبعا انتوا في بلدكم وعلى عيننا وراسنا، بس يعني وارد تحصل حاجات، حد يتخبط من حاجه، حد يعني الامور دي نتمنى ان شاء الله ما تحصلش يعني باذن الله. فتاهل منطقي جدا لمنتخب الجزائر جدا 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 واستحقاق، وكذلك منتخب السنغال حتى رغم الهوجه اللي عاملها الاعلام التونسي. اكيد كلنا زعلانين ان منتخب تونس ما تاهلش، كنا نتمنى نهائي عربي، ولكن هو تاهل عن استحقاق. وكنت شايف هجمه تونسيه كبيره جدا اعلاميه على الفار، واتهامات كبيره للحكم رضوان جيد المغربي، لكن هو مش هو طبعا، طلع اللي عاد اللقطه دي او اللي كان متحكم فيها حكم فرنسي مش عارف اسمه ريمون تقريبا. هو اللي كان مش رضوان جيد هو اللي كان عاملها. وحتى لو رضوان جيد هو يصفي حسابات، لان العمليه افرت شويه في الصحافه وتصفيه حسابات. طب هي ضربه جزاء ولا لا من وجهه نظرك؟ انا وجهه نظر ان هي ضربه جزاء، بس ده في الاول في الاخر ده هم قالوا الحكم هو صاحب القرار، هم قالوا له في كذا بس هو صاحب القرار. طبعا بيتكلم بقى في تعمد وغير تعمد والكلام ده، اعتقد الكلام ده ما بقاش موجود يعني. تعمد او مش متعمد، انت احسب ضربه الجزاء، ده هي الكره ضربه جزاء يعني. التعمد وعدم التعمد ده ما هو خلاص. هو القانون الجديد بيقول لو للمهاجم المنافس الكره جت في ايده لا بتتحسب على طول، لكن بالنسبه للمدافع وفي منطقه جزائه تبقى تقديريه للحكم. يعني اعتقد في موقف حساس زي ده وفي وقت وفي مباراه قبل نهائي سيمي فاينال وفريق مغلوب 2-1 وفي وقت اعتقد كان الشوط الرابع، لا العمليه حساسه، احسب ضربه جزاء واحسب الحق. انا مش بتكلم على بالظبط احسب الحق يعني. ما انت حسبت ضربتين جزاء، واحده لتونس واحده للسنغال، والاثنين ضيعوهم، ما لاش اي علاقه خالص. انت احسب الحق ان شاء الله. دي زي الفاول اللي حسبه حكم كان بكاري جسام اعتقد، اللي هو حكم مباراه نيجيريا والجزائر، حسبها في الدقيقه 95 وكانه حسب ضربه جزاء. فعلا هي فعلا ضربه جزاء تعتبر، ما هي ضربه جزاء. يمكن ضربه جزاء كان ممكن ما تخش، لكن دي دخلت رائعه جدا طبعا من رياض محرز. فعايز اقول لك ان
التونسيين كان عندهم وجهه نظر طبعا ضربه جزاء وكانت تتحسب ما فيهاش اي حاجه، ولكن في الاول في الاخر تونس نفسها بصراحه ما اقنعتش في البطوله. الفوز الوحيد اللي عملته كان على حساب مدغشقر، مع كامل احترامي لمغامره مدغشقر، مدغشقر ما تجيش طبعا حاجه جنب خبرات منتخب تونس، لكن انت تعادلت في الاربع ماتشات وكسبت ماتش وخسرت ماتش، فانت وجود تونس في الدور قبل النهائي بصراحه كان مفاجاه. طيب الاداء المبهر بالنسبه لنا على مدار البطوله كلها للمنتخب الجزائري، طبعا اهم ما يميز المنتخب الجزائري من وجهه نظرك واهم او ابرز لعيب كمان؟ لا، اهم حاجه عملها جمال بلماضي انه قضى على النجوميه، مفيش حد نجم كويس، الفريق هو النجم يعني. صح. انت النهارده كان في وقت المواعيد بيقعد رياض محرز وبيقعد بغداد بونجاح ومقعد اسلام سليماني ومش عارف ياسين ابراهيمي وحاجات، لا هو اهم حاجه عنده الفريق، وده اللي يمكن عطى الفرصه للاعيبه كتير انها ظهرت. يوسف بليلي وهو لاعب يعتبر محلي لانه طبعا مش محترف في اوروبا، يعتبر لاعب محلي في الترجي التونسي، ما هو الترجي التونسي زي الجزائر زي مصر كله زي بعضه، ورغم ان بغداد بونجاح ما سجلش او كان حتى كانت كاد يتسبب في خروجه من ربع النهائي باهدار ضربه جزاء قدام كوت ديفوار، ولكن اللاعب ليه ثقله في الملعب طبعا. ده فرصه لوناس، كان اكتشاف عطار رغم ان هو طبعا يوسف عطار اصيب في كسر في الترقوم وخلاص مش هيلعب، لاعب مميز قوي مميز جدا بس هو قدر يعمل التوليفه دي بصراحه يعني ده شيء يحسب لجمال بلماضي. كم سنه جمال بلماضي؟ من شهر 8 اللي فات بس، وقدر في الفتره الصغيره دي يعمل التوليفه بالظبط، لان هو بما انه على فكره ليه، لان ربنا كرمه. ليه بقى؟ هو كان في طبعا كان بيدرب الدحيل القطري ومنتخب قطر، وطبعا اكيد بياخد مبالغ طائله، لما اتعرض عليه ده هو رفض، وكان جات له فرصه منتخب الجزائر فقال لا انا عايز ادي اسم بلدي. صح. يعني شوف اكيد مش ممكن الجزائر هتدي له نفس الارقام اللي بياخدها، لكن هو بص للمجد. هو واخد دوري، واخد كاس الخليج مع قطر على حساب مع قطر مع منتخب قطر على حساب السعوديه في السعوديه، وخد بطولات مع الدحيل، وخد بطولات مع الدحيل، كنت بياخد فيها فلوس، لكن بطوله مع بلدك بروح يعني هو فرحته لما تشوفه فرحان، هو فرحان كمشجع قبل ما يكون مدرب، فهو اللي عمل التوليفه دي، اللي هو ليه رؤيه، وبعدين أجاد التعامل مع المشجعين الجزائريين والصحافة الجزائرية، الصحافة صعبة جدا هناك، صعبة والجمهور صعب جدا بكل أمانة، عندهم حمية عالية شوية، يعني دايما يقول لك الجزائر فيها 40 مليون مدرب، 40 مليون ناقد رياضي، اللي هم كلهم تعداد البلد، كله بيتكلم في كله، حتى يمكن تلاقي من أطرف المواقف إن هم في المظاهرات احنا كده برضه، لا احنا مش زيهم، هم عاليين شويه اكتر مننا، لا هم عندهم يعني انتقادات بتاعتهم حاده شويه، فتلاقي حتى يمكن حتى في الحراك الشعب الموجود دلوقتي في الجزائر اللي هو المظاهرات، حاطين لهم الشاشات قاعدين يعني يتظاهروا يتفرجوا على الماتش، يعني اهم حاجه عندهم الماتش والخضر ومش عارف ايه، بتشوف الاعداد جايه عامله ازاي، الجزائريين مالين شوارع القاهره طبعا واهلا ده لسه ماتش النهائي كمان، لسه في كمان جايين، لكن فهو اجاد التعامل، راح رفع الحمل عنه وعن الحمل الضغط النفسي عنه وعن لعيبته، قال احنا مش مرشحين للقب، وساب بقى الناس ترشح مصر والمغرب والسنغال ونيجيريا والكاميرون، تصريحاته ذكيه جدا، وكوت ديفوار هو، وبعدين كسب ماتش كينيا عادي جدا، وكسب السنغال احنا هدفنا التاهل، خد الخطوه خطوه بس ما نفاش، يعني كان بيقول لك ايه، انا بحلم ان انا افوز باللقب عشان بس ما حدش يقول له انت ايه جت صدفه، لا وما جاتش صدفه طبعا، وقدر يصل شيئا فشيئا، لان هو لو كان قال من الاول كده كانت الضغوط زادت على اللعيبه، ومع ذلك يمكن كانت كل الناس شافت ان رياض محرز ما عملش حاجه، بس برضه مبقى عليه مبقى عليه، ولاعب له ودوره جه، حط جون ما يتجابش، يعني ايه مش ما يتجابش ما اقصدش، لكن اقصد ان هو ما يتجابش في التوقيت ده بقى دور النجم، يمكن مثلا في عز سوء منتخبنا مستوى منتخبنا كان محمد صلاح مثلا جاب جون في اوغندا، جاب جون في الكونغو، دي مهاره محمد صلاح اللي هو اللاعب اللي بيحسم المباراه في وقت معين، يمكن ده عمله رياض محرز امبارح، يوسف بليلي في اكتر من مناسبه، بيبان حتى رئيس مبولحي اللي هو حارس المرمى بالزبط. قوته لما بيعرف يصد، يمكن ده ما كانش موجود لما نقارن شيء بشيء يذكر، منتخب تونس كان في مشاكل في اللعيبه، مشاكل ما بين اللعيبه والجهاز الفني، حتى اتحاد الكره راح ادى صلاحيات لافراد الجهاز الفني على حساب المدير الفني هو الان جريس، بس لما الدنيا مشيت معاهم ابقوا عليه، والنهارده لما خرجوا بيقعدوا يكلموه، يعني امور ما كانش المفروض تحصل في داخل الفريق الواحد، يمكن ده الامور المشاكل دي خلصت على منتخب تونس، خلصت على منتخب غانا كان في مشاكل من القائد ومن الكابتن ومن اللي مش عارف ايه وعصام واجيان، لا اندري اي ولا مش يعني الحاجات دي بتهد البيت، الكلام ده مش موجود في منتخب الجزائر، بان اكتر لما بغداد بونجاح كان عمال يعيط لانه عارف انه هيحملوه الليله، وبعد المباراه
او قبل المباراه الاخيره امام نيجيريا جمال بلماضي قال ايه؟ قال من افضل مهاجمين في العالم. بص بيخرج عنه الضغوط ازاي. اللعيبه كلهم بعد المباراه بنهدي الفوز لبغداد بونلاح. كل الجمهور الجزائري حتى انا كنت في سوس في ماتش كوت ديفوار كنت شفت المباراه من الملعب. كان الجمهور كان بيلف التوبيس بتاعهم عمال يقول بغداد بغداد بغداد، يعني الناس مسامحينه لانه انت عملت اللي عليك. تمام. بس طيب خلينا نتكلم على الشق التحكيمي وتحديد مع الكابتن الكبير كابتن سمير محمود عثمان الحكم الدولي السابق. يا كابتن سمير مساء الخير عليك. ومسي على حضرتك وعلى الصبح. اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام الحمد لله يا كابتن امير. اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام. عايزين ناخد رايك بشكل عام على مستوى التحكيم في البطوله كلها وبالتحديد مباراتي الامس وخصوصا بتحديد مباراه تونس والسنغال والجدل اللي حصل بخصوص ضربه الجزاء في الشوط الاضافي الرابع. بص يا كابتن احنا نبتدي من السؤال الاولاني مباراه السنغال الجدل اللي كان تعامله بملاك الحكم الاثيوبي ركلة الجزاء اللي احتسبها. هو الجدل البداية من بملاك بان هو حسب ركلة الجزاء بعد كده رجع للحكم الفي ار واكدوا ليه ركلة الجزاء. القرار السليم كابتن سمير ممكن بس تحرك مكانك سنه كده عشان الشبكه فيها بتقطع. اتفضل كده كويس كده زي الفل. اتفضل. فبقول لحضرتك بملاك هو السبب الرئيسي في المشكله ان هي ما فيهاش ركله جزاء من وجهه نظري انا، عشان دي ما فيهاش اي نوع من انواع التعمد. والكوره اللي لعبها الثيرد باك بتاع فريق السنغال لعبها جامده في ايد لعيب زميله بتاع السنغال. هنا ما فيش اي عنصر من التعمد. مع رجوع الفار للفي ار طبعا اكد ان عدم وجود ركله جزاء. وبالتالي مشي مع قرار او يعني الاستشاره بتاعت حكم الفيديو ولغى ركله الجزاء. طيب. بس هنا نقطه كابتن امير عاوز اعيد لك بسرعه ان في ناس لهم خلط شويه في قانون كره القدم الجديد الخاص بلمسه اليد. نوضحها يا كابتن سمير بقى اتفضل. يا ريت احنا برضو الناس تعرفها. لمسه اليد بالنسبه للمهاجم اللي فرقته بتجيب هدف، يعني الفرقه ما بتجيب هدف المهاجم اللي بيلعب الكوره سواء جت في ايده متعمدا او غير متعمد يصفر هاند بول على طول. تمام. انما المدافع القانون القديم زي ما هو ما اتغيرش زي ما هو. تمام صح. لان انا امبارح سامع بعض الناس في القرارات الثانيه بيقولوا لا طبعا ده قانون لازم طبعا كلنا بنمشي عليه. المهاجم هو بس في التعديل، المدافع لا. تمام. طيب التحكيم بقى مستوى التحكيم في البطوله بشكل عام رايك فيه ايه حتى الان؟ والله لا هو طبعا التحكيم بنسبه مثلا وصل 70% 80% ما فيش مشاكل في معظم المباريات. وده يرجع يا كابتن امير للسلوك الرائع من اللاعبين المشاركين في البطوله. كان سلوكهم رائع في المباراه، ساعد كتير جدا الحكم في اداره المباراه. يعني لو نتفرج على نفتكر احداث المباراه يا كابتن امير ما فيش اي اعتراض من اللاعبين. نادرا ما تلاقي لعيب اعترض غالبا. صح. للاسف اكثر الاعتراضات من لاعبي منتخب مصر اللي كانوا شاركوا في البطوله في الاول. انما كل الفرق الافريقيه بصراحه كان مستوى السلوك كان رائع. هو ما فيش يا كابتن سمير في افريقيا غير بملك تسيمه اللي يحكم مباراه في كل دور، يعني حاجه غريبه بصراحه. فاكر يا كابتن امير اتكلمت مع حضرتك في الموضوع ده من حوالي شهر. فعلا. ان هو الحكم الوحيد اللي بيلعب مباراه افريقيا النهائيات. طبعا ده شيء علامه استفهام كبيره جدا. وهو خلي بالك مش المستوى الفني اللي يؤهله انه يلعب المباريات كلها. فعلا. وبعلاوه بالاضافه لبكاري جسامه، يعني امبارح لو تفتكر بكاري جسامه عنده حاجات غريبه. اما راح انت شفته اما كان واقف قصاد حارس المرمى وشه في وشه. ايوه بالظبط. غلط خالص. ان انت الحكم لما يلاقي لعيب بيغلط عنده كارت اصفر او كارت احمر. انما تقف وشك وشه خلي بالك كابتن امير لو تفتكر انت استاذ محسن ده بكاري دخله من بره ال 18 لغايه سيارده هو اللي رايح له. صح. دي مش موجوده دي في القانون اصلا. انما هو لوحده بيلعب لجنه الحكام الافريقيه بتعتمد عليه بشكل ايجابي في حين وجود الحكم بيبقى وشارك في البطوله بشكل اقوى من كده بكتير، وخاصه المنتخب المصري ما شاركش في البطوله دي خالص زي ما انت عارف طبعا. بالظبط. علاوه عندنا اليوم الحكم الكاميروني طبعا. اعتقد انه ممكن يلعب الكره النهائيه. بترشحه للمباراه النهائيه؟ انا ارشحه هو فيكتور جوميز. فيكتور جوميز طبعا جنوب افريقيا. او رضوان جيد من المغرب. وانا اتمنى انه يكون جهاد او امين عمر طبعا. اكيد نتمنى اكيد.
ماشي، يعني نتمنى كل التوفيق للتحكيم الافريقي بشكل عام والتحكيم المصري بشكل خاص. يا كابتن سمير انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. كان معنا على الهاتف كابتن سمير محمود عثمان الحكم الدولي السابق، واتكلمنا على مستوى التحكيم في البطوله بشكل كامل. شايف ان التحكيم جيد في البطوله؟ صراحه ما كانش فيه اي مشاكل خالص على مستوى البطوله. يمكن ده الناس كانت متخوفه اكتر من البطوله قبل ما تبدا بسبب وقعة طبعا قبل نهائي دور الابطال ما بين الوداد والترجي، المشاكل اللي كانت حصلت فيه. لكن من اول البطوله ما بدات ما كانش فيه مشاكل، حتى لما لجأوا للفار برضه ما كانش فيه مشاكل. يمكن اكبر مشكله او اول مشكله هي بتاعت امبارح دي اللي اثارت الجدل. يمكن الصحافه بس التونسيه بلغت في الامر وتصفيه حسابات والكلام اللي شرحناه ده. طبعا الكابتن سمير اكيد مع القانون، هو حكم دولي طبعا يعرف الكلام ده كله، فاكيد طبعا لا يفتى مالك في المدينه شرح اللعبه بالظبط. بس طبعا من الجمهور طبعا هيستوعب الكلام ده، او خلاص بقى الناس خرجت فبترمي الحمل على غيرها يعني. طيب وصول رياض محرز للنهائي وساديو ماني للنهائي وفوز احدهما باللقب، هل ده بيرجح الكفه بشكل كامل طبعاً للفوز بافضل لاعب في افريقيا وكده؟ محمد صلاح بره الصوره طبعا، صلاح كده الثالث. انا بقول لك من دلوقتي اهو في يناير اللي جاي الاول غالبا هيكون، ممكن يكون ساديو ماني، ممكن يعني الله اعلم، لانه قدم بطوله كويسه بصراحه بغض النظر عن النهائي. طبعا مع ان المباراه النهائيه هتفرق شويه ممكن طبعاً، فواحد فيهم رجع كفه في الاوتوب جول. لا وماني واخد تشامبيونز ليج كمان، ومحرز ما كانش ليه دور قوي في الدوري الانجليزي بالظبط، يعني هو محرز الدوري الانجليزي ماشي. حتى لو خد دور كاس الامم الدوري الانجليزي وكاس الامم الافريقيه، لكن ماني دوري ابطال اوروبا وهداف فريقه في دوري ابطال اوروبا وهداف الدوري الانجليزي. هداف فريقه في الدوري الانجليزي مش هداف لا، هو هداف فريقه في الدوري الانجليزي وهداف فريقه في دوري ابطال، يعني هو اكتر لاعب في فريقه جاب في دوري في تشامبيونز ليج. لما محمد صلاح جايب 5 هو جايب 4، هو فيرمينيو 4 محمد صلاح 5 السنه دي. السنه دي يعني صلاح جايب 5 اهداف بالهدف الثاني اكتر. لا لا 5 اهداف لصلاح بالهدف النهائي في المباراه النهائيه امام توتنهام، وماني وفيرمينو 4 اهداف مفيش مشاكل، لكن هو هدف الدوري الانجليزي بالظبط. فهو صلاح كده في المرتبه الثالثه، وكان هو كان في صراع رباعي قبل البطوله مع ساديو ماني ورياض محرز ومحمد صلاح وحكيم زياش. حكيم زياش خرج من اللعبه هو ما عندوش طبعا الدور الهولندي مع احترامي طبعا أكيد ما يقدرش، لكن صلاح كده في المرتبه الثالثه، والمركز الاول والثاني ما بين رياض محرز وساديو ماني. غالبا يكون ساديو ماني طبعا الاسباب اللي ذكرتها، ثم رياض محرز، ثم محمد صلاح. طبعا خروج طبعا اوباميانج اللي هو بقاله سنتين بيخش، ما اعتقدش بقاله شايف الصوره طبعا خالص، لانه برضه هداف الدوري الانجليزي بس طبعا ارسنال ما عملش حاجه حتى ما خدش البطوله اللي كان قريب ليها الاوروبا ليج، ف وصلوا النهائي بس بالظبط. فالاول والثاني وانت مغمض كده ساديو ماني ورياض محرز، ايا كان من فيهم يجي الاول يجي الثاني، والثالث محمد صلاح. اعتقد الافضليه فعلا هتكون لساديو ماني، لان لسه ليفربول عندهم بطولات، عندهم السوبر بالظبط الانجليزي والسوبر الاوروبي وعندهم كاس العالم للانديه، كل دي بطولات. لو بس هو هيلعب ليفربول هيلعب مانشستر سيتي، ما هو ما هي برضه دي ممكن ترجح كفه محرز يعني من بطوله الامم الافريقيه اللي هترجح بالظبط. بس دور ساديو ماني مع فرقته اكبر من دور رياض محرز. يمكن رياض محرز لولا الهدف اللي جابه امبارح كنت تقريبا تحس ان هو ملوش دور قوي مع الفريق، يعني طبعا لعيب تقيل بس ملوش دور قوي مع الفرقه. يمكن حتى صلاح في الماتشين اللي احنا خرجنا منهم كان له دور شاور مؤثر، يعني انهى على طموحات اوغندا، خلص على الكونغو بمهاره خاصه فعلاً هو وتريزيجي عشان نكون منصفين. لكن رياض محرز ما كانش له تواجد طبعا بالهدف اللي جابه امبارح، عليت تبقى برضه فرص ساديو ماني. حتى لو الجزائر خدت البطوله تبقى فرص ساديو ماني اكتر شويه او اقرب للفوز باللقب، هو يستحقها بصراحه، بقاله سنتين بياخد تاني خلف صلاح. هو لاعب عالي جدا، امكانياته عاليه جدا، مطلوب من ريال مدريد ما ننساش دي. هو فرصته لحد دلوقتي مطلوب من ريال مدريد؟ لا لحد دلوقتي لا كان مطلوب من ريال مدريد، كان مطلوب ده مهم، وصلاح برده كان مطلوب زيد، بس هو كان مطلوب اكتر من محمد صلاح. زيدان مقتنع قوي بساديو ماني لانه لاعب هجام، اتفرج شوف عامل ازاي بصراحه، لاعب قوي جدا ومحترم جدا، فخر القاره الافريقيه بكل امانه يعني. والاثنين كمان الاثنين جايبين 3 اهداف حتى الان في بطوله الامم الافريقيه يعني. حتى ساديو ماني البعض خلي بالك بينتقد برده اداؤه، يعني بيقول ان هو مش فعال بالشكل اللي كان عليه مع ليفربول بالنسبه للمنتخب السنغالي. ماشي بس هو فرق، هو طبعا هو مشكلته انه ضيع ضربتين جزاء بالظبط، بس هو برضه شايل الفرقه يعني. هنتكلم بامانه وهيبان ده اكتر في المباراه النهائيه، يكفي ان هو وصل للنهائي يعني، قاد فريقه للنهائي، فده اللي هيرجح كفه ساديو ماني او رياض محرز، الاثنين طبعا بالنسبه لنا سيان. محمد صلاح في المرتبه الثالثه حتى الان يعني بوجهه نظري الشخصيه. ممكن يحصل تغيرات ولا صعب؟ اسئله التغيرات اللي هيحصل يعني هياخدوا بطوله برضه كاس العالم للانديه السوبر ده والسوبر لا لا لا، كاس العالم للانديه ما تجيش حاجه جنب دور الابطال تشامبيونز ليج، بس بطوله معتمده من الفيفا ماشي زي السوبر. ما هو السوبر مثلا الافريقي
هل زي بطولة دوري أبطال أفريقيا؟ لا طبعا أكيد لا يعني حتى في التصنيف بتاخد نقطة يعني حاجة كده، لكن خلينا نتكلم بكل أمانة البطولة الأقوى هي دوري الأبطال في أوروبا. دوري أبطال أوروبا أقوى بطولة في العالم، دوري أبطال أوروبا ده كأس عالم كل سنة وأحسن كمان من كأس العالم بالظبط، فهو رقم واحد أمتع من كأس العالم طبعا بصراحة. تتكلم على كل الجنسيات في كل البطولات، الفرق القوية مش كمالة العدد اللي هم عمالين يزودوا في البطولات، يعني بطولة أفريقيا ده 24 ليه؟ لازم ترجع 16 لازم قلل من مستواها جدا، أنت عمال تدخل ناس تكمله عدد ناس فرحانه انها تصعد وخلاص، زي كاس العالم بعدين هيبقى لما يعملوا 48 حاجه مسخره كله هيتاهل. فانت لازم البطوله السنه دي في وجهه نظري بدات من دور 16 بدات منتخبات كينيا بقى روحت محترمه طبعا للناس دي، بوروندي مش عارف يمكن استثناءات بسيطه مدغشقر مثلا دخلت كان في كاس الامم الاوروبيه كان لو تتذكر ويلز ايسلندا بس في النهايه برضو مش بيكمل صح يعني صح. تبقى يعني حلاوه روح زي ما بيقولوا يعني ناس متواجدين مع الكبار لكن لما الدور الاول بيخلص البطوله بتبدا. فزي ما متفق معاك طبعا دوري ابطال اوروبا اقوى بطوله في العالم بكل امانه، حاجه متعه كرويه كل سنه. فاعتقد وجهه نظر شخصيه ان ساديو ماني هو البطل ومحرز رقم 2 وصلاح رقم 3. اختم معاك بالتنظيم المصري لبطوله الامم الافريقيه وخصوصا كرويا فنيا فشلنا فشل ذريع كمان، لكن في نفس الوقت الدوله وكل المسؤولين عن الرياضه في مصر قدروا ان هم ينظموا بطوله قويه جدا. حتى الان شايف التنظيم ازاي رائع جدا 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 منذ اللحظه الاولى بصراحه. انت ما تنساش بين قوسين كده ان انت في 5 شهور قدرت تعمل ده كله، ما حدش هيقدر يعمل. مصر فعلا صعبت البطوله، بتقابلني لو حد في قاره افريقيا قدر ينظم التنظيم بتاع مصر الا جنوب افريقيا طبعًا في جنوب طبعًا. القاره وممكن المغرب، والمغرب مش عايزه تنظمها اصلا. حتى الجزائر مع احترامي ليها الملاعب فيها شويه ما عندهمش نفس البنيه التحتيه اللي عندنا بصراحة. ما فيش ما انا بنتكلم معاهم بكل صراحه. تونس حتى الملاعب هتلاقي رادس وملعب واثنين ثلاثه وبرده العمليه برده مش قد كده، لكن بصراحه اللي عملته مصر مش هيتعمل الا بجنوب افريقيا مع ارتفاع العدد ل 24 بطوله. اذا كانت الكاميرون 24 منتخب اذا كانت الكاميرون كان مطلوب منها 4 منتخبات على اساس ان هم 16 وكانت معاها ملاعبين جاهزين ولسه 2 تحت الانشاء وبعدين انت زودت لها بطوله فبقى محتاج 6 ما بقى عندهاش. طب هتنظم البطوله اللي جايه ازاي؟ مش ممكن، ده هتلاقي مشاكل للصبح. شفت الجابون عامله ازاي وغينيا قبليها كانت عامله ازاي، كانوا العشب كان اصفر كانوا بيدونه اخضر عشان يبقى لا. فطبعا وكانت الناس بتشكرهم لانهم قدروا ينقذوا القاره، لكن اللي عملته مصر بيعجز البطوله الدول اللي جايه ومحدش هينظم التنظيم ده ولا حفل الافتتاح ده ولا حفل القرعه ده ولا حفل الختام ده ان شاء الله. اكيد يعني شيء مميز جدا، والحاجه الايجابيه الوحيده والاهم بصراحه طبعا بخلاف ان كان مهم ان احنا ناخد البطوله طبعا لكن ما كانش عندنا اي مقومات للفوز باللقب، لكن الاهم ان التنظيم اكثر من رائع وان مصر نجحت في استضافه بطوله الامم الافريقيه. استاذ محسن نورتني وشرفتني وانا دايما بكون سعيد بالحوار معاك دايما. شكرا جزيلا كابتن، اشكرك شكرا جزيلا. دي كانت فقرتنا مع ضيفنا العزيز استاذ محسن لملوم مدير تحرير الأهرام الرياضي، واتكلمنا في ملفات عديدة جدا جدا على الساحة الرياضية والأفريقية مصريا وأفريقيا كمان، اتكلمنا بشكل مفصل وكمان اتكلمنا عن النادي الأهلي واستعداداته. المباراة حتى الآن لسه ما خلصتش، المباراة الودية بالنسبة للنادي الأهلي، وفي نتائج أخرى في هذه المباراة بس خليها مفاجأة لحضراتكم في المباراة لما تتذاع مساء أو صباحا بالتحديد الساعة 1 صباحا إن شاء الله بعد برنامج ملك وكتابة. تابعوا مباراة الأهلي وألكم الودية مع أحدى الفرق الاسبانيه اوكام نادي اوكام الاسباني، ومباراه اكيد كانت مهمه واستعداد كان مهم بالنسبه للنادي الاهلي. نتمنى كل التوفيق في المرحله الحاليه بالنسبه للنادي الاهلي استعدادا لما هو قادم من مباريات مختلفه في مختلف البطولات. دي كانت حلقتنا النهارده من كلام في الميديا، استنونا وحلقه جديده بكره ان شاء الله. الى اللقاء.